أقول في بداية هذا اللقاء أن هذا التقرير جميل جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: الحق أحق أن يتبع، آية من القرآن موجزة ولكن تحمل دلالات عميقة. لعل الحوار والنقاش الهادئ المسؤول قد يوصل إلى معرفة الحق. أرجو من هذه المقابلة أن تكون مقابلة نموذجية من حيث الأخلاق ومن حيث الدلالة القانونية المعرفية التي نحن مسؤولون كما قال أخي سابقا عن إبلاغ الناس بها. الحوار ظاهرة صحية للمجتمعات، وتقوم عليه الديمقراطية كنظام عقدي وفلسفي وسيادي، تجعله ثاني مبدأ عقد لها فضيلة الحوار، لأنه في الحقيقة الحق ليس مع، لا يمكن في مجتمع أن يكون الحق منسوبا إلى فرد واحد. يجب أن هذه الآراء أنها تستمع لها، وكلها يقول رأيه ويصف من ذا ذاك اللي ما فيه غلط. هكذا ينبغي للقرار السياسي الوطني أن يتخذ هذا المنهج، ودستورنا أفضل لذلك. فمشاريع القوانين التي يقوم بها مجلس الوزراء تعرض إلى البرلمان ويناقشها البرلمانيون وهم من أحزاب متعددة، وبعد هذا الحوار الجاد بالجلسة العانية يتوصل إلى نتيجة. هذا هو الحوار الدستوري. هنالك حوارات قد تكون لا بأس بها خارج إطار القانون والدستور، ولكنهم سنوات عاد يعدلوهم، ولين يخلقهم اللي وفاق عليهم لا تتبناهم الحكومة. لا بأس بالحوار. أسلم على أخي وعزيزي وأقول له كلمتين: أنه يحظى مبدئيا من عندي بالتكريم والاحترام. لماذا؟ لأنه كان يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محامي نصرة الرسول، عليه الصلاة واللي والسلام. ما فات حل مشكلته مع الرسول لا يحجل بأنه متقدم. إشكالية الأول الإيماني هو تصحيح أمرك مع الرسول، عليه الصلاة إلا والسلام. الرسول هو الواسطة، إن كاملين شور اللي يعطينا خيره. رجع عليه من متحكم يعدل علاقته يصفي روايته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة ما هو والسلام. متقدم شرس. عليه إذن صلوات الله. أحبه لهذا الغرض، أحبه لهذا الغرض، وأرجو أن يكون هذا النقاش هادئا ومسؤولا، وكلنا يعطي رأيه والخلاصة، إما أن نتوافق عليه، والله بعد يسمعون المشاهدين يستجيبون. يا خير، يلا يعود الحوار أخوي ودي، وهو كذلك، هذا ما أرجو. وهو كذلكم بالتأكيد. نعطي الكلمة للسيد الأستاذ السيدي المختار. سيدي المختار، هل تتفقون أو تختلفون مع الطرح الافتراضي وطرح أيضا الأستاذ لفضيلة الحوار، سواء كان دستوريا أو سياسيا أو حتى خارج القانون؟ الكلمة لكم الأستاذ سيدي المختار. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا وعليكم السلام. أحييكم وأحيي أخي الفاضل، أخي الأكبر، فضيل المدرس، وهو طبعا ليس محامي فقط وإنما قاضي، وبالتالي الوكالة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام تجعل له سبق فضل لا يمكن أن نغمطه. ثم ثانيا، أنا شخصيا تستهويني الكفاءة، وأتذكر أنه في السنوات الماضية تعرض إلى حملة شرسة من بعض الناس، على كل حال كان أعلى منه كعبا في القانون، خاصة في فهمه للدستور وفي طرحه على الطريقة الديغولية، أن المادة 38 من الدستور يمكن أن تكون بابا لتغيير الدستور. وطبعا كان فضيلي يكاد يكون وحده، لكني كنت أقدر فيه الفنية والصرامة العلمية.
وطبعا لا أعرف تكوينه، لكنني توقعت أن تكوينه أنه من أهل القانون الخاص، لأنهم عادة هم أهل الصنعة، لا أعرف إن كان هذا حقيقة أم لا. عرفت فضيلي بعد ذلك في المساجد في بيوت الله، وبالتالي هذا يجعل له مكانة خاصة عندي، فضلا عن مكانته الاجتماعية وعن فارق السن. هذه الاعتبارات كلها تجعلني في الحقيقة في موقع من يتلقى منه أكثر من أي مركز آخر. طبعا كما أشار هو القرآن، وهذا يشير إليه مارتن لوثر وسبينوزا، أن عظمة القرآن تظهر أنه ليس في الحقيقة من عقل بشري، ولهذا كان القرآن كما أشار هو سباقا إلى المناظرات. المناظرات هدي قرآني لأنها بحث عن الحق، ولحسن الحظ هو أيضا سيد الرئيس الأستاذ المحترم العميد وفق في الاحتجاج بالآية، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. طبعا موريتانيا عاصمة للثقافة الإسلامية، يناسبها يزينها فعلا أن تحيي هذه السنة وهذا الهدي الميت. وطبعا وفق زميلي العزيز الرئيس الفاضل في الاستهداء، وفقه الله إلى رأس لنادي بروبليم كما يقال، إلى حل العقدة من خلال الاستشهاد المناسب. طبعا كما أشار أيضا موريتانيا لا غرابة في أن تلجأ إلى الحوار. نحن كمحامين نتحاور مع القضاة، القضاة يساهم الحوار، الأحكام وسيلة للحوار، المرافعات وسيلة للحوار، القوانين في حد ذاتها وسيلة للحوار. إذا الخطاب القانوني يتنوع، هنالك خطاب تشريعي، هنالك خطاب قضائي، هنالك خطاب تنظيمي. إذا في الحقيقة ما أشار إليه الرئيس المحترم الأستاذ الجليل الفضيلي لا مطعن فيه، وأنا معه 100%. جيد جدا أنكم تتفقون على الطرح في أهمية المناظرة العلمية والقانونية والسياسية، وأشكركم جزيل الشكر من كل قلبي لسن هذه السنة الحميدة للموريتانيين للارتقاء بديمقراطيتهم وحمارهم البناء، ولإعطاء صورة وضاءة وناصعة للبلاد في المنتديات والإعلام الدولي خاصة في المحافل الغربية. إذا بعد أن تجاوزنا الطرح الأول والتعريفي والتقديمي واحترام أدبيات الحوار وأهمية المناظرات العلمية والنقاشات القانونية والسياسية، نفتح المحور الآخر. المحور الثاني متعلق بأبرز الإشكاليات في المحاكمة التاريخية في البلاد. نبدأ مع السيد العميد البروفيسور سيد فاضل الرئيس، ما هي أهم الإشكاليات التي واكبت، إن كانت هناك إشكاليات في وجهة نظركم، هذه المحاكمة التاريخية المعروفة إعلاميا بملف العشرية لأول مرة في موريتانيا؟ لا أرى إشكاليات موضوعية. حقيقة الأمر المحاكمة بدأت الرئيس مسبقا، الرئيس السابق قال بأنه يتمسك بالمادة 93 عند الشرطة، وقالها عند وكيل الجمهورية، وقالها عند قطب التحقيق. أنا لن أدري بشيء، أتمسك بالمادة 3. أما الشهود والمشاركين معه كلهم تكلموا، ولما بدأت المحاكمة بدأ المحامون الطرف الثاني يدفعون جملة من المسائل، منها عدم الاختصاص، واستغرقت هذه الدفوع والردود، والمحكمة كانت سخية، هنا أعطت الكلام 4 مرات للمحامي الواحد من أهل الدفاع، ونحن أيضا حظيناه باحترام وبتقدير، وكانت المحكمة متسعة الصدر واستمعت إلى كل هذه الأمور. نهاية ذلك النقاش قررت المحكمة أن تضم الدفوع الشكلية إلى الأصل، وبعد إصدار قرارها دفع الإخوة في الطرف الثاني بعدم دستورية مواد قانونية، منها ما يتعلق بقانون مكافحة الرشوة، وفيها مادة تتعلق
بإعلانيتي علنيتي المحاكمة. أنا شخصيا أرى بأنه من الضروري أن تكون هذه المحاكم مفتوحة، مفتوحة للإعلام، مفتوحة للمواطنين، وتعود شفافة. وإحنا عندنا قانون من الستينات، ما فات قاعد ساعة أخلق مايكروفون ولا أخلق شيء سوشيال، ومثلنا راسقين فيه حقيقة أمرا. العالم اليوم هذه المحاكمات علنا تتلفز وتمشي في الفضاء وفي التلفونات، وأنا أرى أن هذه ظاهرة صحية تهدف للشبابية والمنطق السليم. إذا هذا الدفع بعدم الدستورية عنده له 15 يوم يطرحوا عارضتهم، وعند مدير المجلس الدستوري 15 يوم للنظر في حججهم. وهذا النوع من النزاع ينقال النزاعات الموضوعية، نزاعات موضوعية معناها أن الطرف الثاني ما عنده الحق. يبدو أن أستاذ الرئيس دخل عليه ربما اتصال، إذا بانتظار عودة الرئيس سنطرح القضية على الأستاذ سيد مختار. سيد الأستاذ سيد مختار، لا وجود لإشكاليات موضوعية رغم ما أثرته المادة 93 والردود والاختصاصات وقضايا النزاعات الموضوعية، كيف تردون الأستاذ سيد المختار؟ الحقيقة يعجبني شخص فضيلي والرئيس. أولا لأن الرئيس فضيلي والرئيس هو أول قانوني موريتاني يدعم لحكم الله تعالى الذي يوجب المناظرة. طبعا الإعراض عن العمل بالقرآن، يقول القرآن إنه سيعذب أهله عذابا نكرا. إذا أعيد إليكم الكلمة، يبدو أن الأستاذ استعاد مكانته. سيد الأستاذ فاضلي، توقفتم عند النزاعات الموضوعية، إذا كانت هناك تكملة في هذه النقطة قبل أن نعطي الكلمة للسيد سيد المختار. الأستاذ سيد فاضلي، أستاذ فاضلي يبدو أنه ما زال عنده مشكلة، تتابعون غير ما التقلب على الموضوع، و بانتظار تقلب على المشكلة الفنية سنعيد له اتصال ونذكره بالنقطة التي توقف عندها. تفضل أستاذ سيد المختار. خلاصة الأستاذ هي أنه لا وجود لإشكاليات موضوعية رغم ما أثارته المادة 93 من قضايا الردود والاختصاص، وتوقف عند النزاعات الموضوعية. أين تقفون أنتم من هذا الطرح؟ نحن نرى أن أكمل أن الإعراض صدف عن المناظرة هو إعراض عن العمل بالقرآن، وجزاؤه قال الله تعالى فيه: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وطبعا حتى في الحضارة الغربية نقول، نجد نيتشه يقول: لا فيريتي كومونس افيك دو افيك ان سي مانسونج. أنا لا بد من رأيي. طبعا فضيلة تستهويه العلنية، لأنه فعلا من ناحية الكفاءة من ناحية الصرامة ليس محامي كأي محامي موريتاني، ولهذا هو يريد التسجيل. طبعا هذا من حقه، لأنه فعلا التسجيل، لكن هذه المسألة في سلطة مخولة للقاضي. لأن إن كان الأستاذ فضيل مستعد لأن تعرض صورته، أن يعرض استدلاله، لأن هذا لا يشينه، هنالك آخرين لا ليسوا تمام لا يستهويهم ذلك. ثم عبد العزيز نفسه قد لا يريد أن تظهر صورته. إذا في الحقيقة أنا مثله تماما، أحبذ الشفافية 100%، وأحبذ يظل أن نعرف أن الزمن كما أشار هو تغير. لكن هنالك للأسف النصوص، هنالك أيضا اعتبارات تتعلق بالخصوصية، هنالك أمور مختلفة. على كل حال، أنا بالنسبة لي المحاكمة طبعا لا يمكن إلا أن نذكر أنها لأول مرة نعيش والحمد لله تطبيق لمبدأ دستوري ظهر في أول دستور، في ثاني دستور موريتاني، هو مبدأ المسؤولية الجنائية للرؤساء. هذا حدث. ومثانيا نعول كمواطن كثيرا على أن يكون يتحقق نوع من الردع في المستقبل، وبالتالي أن لا تكون الشراهة والشهية المفتوحة في التعامل مع المال العام أن تخف. أختلف مع قليلا مع أستاذ جليل مع احترامي له في قضية، هنالك طبعا مشاكل، لكن هذه المشاكل
مصدر هذه المشاكل ليس الحكومة وليس القضاء وإنما الاستشارة القانونية، لأن حينما بدأت الدولة تحرك هذا الملف تقدم لها بعض الزملاء، ولم أسمع عن الأستاذ الفضيل منهم، على الأقل كان بعضه. على كل حال هذه الاستشارات منها مثلا أن الحكومة يمكنها أن تأخذ محامين، أن تفضل بعض المحامين على بعض المحامين على هواها، هذا طبعا مخالف القانون، لأن قانون الصفقات يفرض مساواة جميع المواطنين، جميع مقدمي الخدمات القانونية. مثلا لماذا يستبعد سيد المختار مثلا من أن يكون طرف ينافح عن المال العام؟ لماذا؟ ما سبب أولوية آخرين عليه مثلا؟ لماذا لم يؤخذ مثلا مبرر محمد الحبيب؟ لماذا تم التفضيل؟ أعرف أن للأسف بعض الزملاء قالوا للحكومة صراحة يمكنك أن تأخذينا وتعطينا من المال ما نحتاج أو ما نطلب، وهذا خطأ، هذا خطأ مخالف لاتفاقية مكافحة الفساد، مخالف لقانون الصفقات، مخالف للدستور الموريتاني، مخالف للقرآن الكريم. الملاحظة الثانية أن الإطار القانوني، الاستشارات التي قدمت للحكومة أيضا غير سليمة. الحقيقة نحن نحتاج إلى قانونيين مختصين في المادة الجنائية، وبالتالي التقديم الذي يقدم حتى الساعة عن الخطأ المتصل والخطأ المنفصل يفتقر إلى أساس علمي. من لم يقرأ عن بيير ميسمار أو له أصل بالقانون الجنائي أو كاركاسون أو له علاقة مهمة بالبحث العلمي في مادة القانون الجنائي الدستوري يصعب عليه، بالتالي هذه أخطاء. لكن لسوء مثلا لحسن حظنا كمواطنين عاديين أن دفاع ولد عبد العزيز نفسه مثلا أهلك نفسه، مثلا دمر نفسه ذاتيا، لأن تنازل عن كثير من المطاعم كان بإمكانه أن يدفع بها في الإباء ولم يدفع بها، وبالتالي في القانون الإجراءات الجنائية يوجد ما يسمى التنازل، لكن اسمه. وطبعا الرئيس أدرى مني بذلك، لأنه بحكم أنه قاضي يعرف أن بعض الحقوق تقرر للأشخاص، لكن من حقهم أن يتنازلوا عنها بما فيها الطعون. كان بإمكاني طبعا، أنا شخصيا سألني ولد عبد العزيز قبل أن يحال، وفعلا كنت ممن أشار إليه بأن بحقه طبعا أن يتمسك بحصانته بالمادة، بأن القضاء الدستوري هو وحده المختص. لكن بالحقيقة لم يخطر في بالي أن دفاعه لن يساعده. بعبارة أخرى، كان بإمكان الدفاع بعد إحالة القرار إلى المحكمة كان بإمكانهم أن يمارسوا طعون، لكن بما أنهم محجوبون عن تلك الطعون أصبح مستحيلا أن يتمسكوا بأسباب تتعلق بعدم الاختصاص أو بأي مطعن شكلي، لأن مجرد القرار الإحالة من المحكمة العليا يطهر يبيرجي كل تلك الدفوع. وإذا نوعا ما الحقيقة هنالك كان نقص في جانب الفنية. إذا لا أريد أن أكون في مركز على كل حال معلق على الجميع، ولا أريد أن نأخذ وقت أكثر من وقت الزميل، لهذا أكتفي بهذا وأحيل إليه. جيد، أنا نتوقف في نقطة. إذا سأثير هذه القصة مع السيد العميد فضيلي. السيد فضيلي، ما فهمته من الأستاذ أنه هناك مخالفة في قانون الصفقات والإطار القانوني، وأن الاستشارة المقدمة للحكومة تدخل في إطار الخطأ المنفصل والمتصل، وأن فريق عزيز أضاع فرصة الدفاع بتخليه عن الطعون، وأن المحكمة تتجاوز ذلك كله. إذن ضياع فرصة الطعون قضية فنية لدى فريق عزيز. أنتم كيف تتابعون حوصلة ما تفضل به الأستاذ سيد المختار من الناحية القانونية البحتة؟ أريد أن أقول لأخي لأرفع الالتباس حول معرفتي للقانون ودراستي له، أن أقول له أنني ولدت في تابشكر ودرست المدرسة الابتدائية مزدوجة بالفرنسية والعربية، وكنت نجحت في الكونكور أنا وحدي من التابشكر كامل، وقست العيون وقريت فيها كوليج وليسي، ولين عدنا مالي الباكالوريا نجحت أنا وحدي.
وإلينا دخلت لنا لحقتهم، فاتوا قبل 9 قضاة وعدلنا احنا 300 مترشح ونجحت انا من واحد. قضيت 4 سنوات مع جماعه من 10 قضاة وكنا نقراوا الشريعه الاسلاميه والقانون الوضعي بكثافه. ثم ذهبنا شلون المغرب نعدلوا التدريب ورجعنا وعدنا نشتغلوا. وكان القانون انذاك يقول مسمينا دي ماجسترا انتريمير متربصين، واعطينا 7 سنوات احنا متربصين، وكل سنه يختارنا الوزاره على كل حال متعدلنا امتحان وتكلفنا باعداد تقارير حول المسائل القانونيه ما هي. بعد ذلك خرجت من القضاء و ذهبت الى وزاره الداخليه، ولا خالق مجلس الدوله ذا العالم ما جيت. وبعد ذلك اعطيت 18 سنه من حياتي مديرا للدوائر المصالح القانونيه التشريعيه لمجلس الشيوخ ومستشارا لرئيسها في نفس الوقت. ومشيت شور فرنسا وكندا بين باب جميع الدول، وظهر لي مولانا بان القانون البرلماني كان جزء من القانون الدستوري، معناها ان ارجع ما هو عاتا القانون الدستوري وفاهمه فهم دقيق، القانون البرلماني ما ولا يفهمه قال. انا استشارني البعض، هم ظنوا انه لو قرمو وظنوا انه محمد احمد بن صالح، ولكن الاستشاره عندي راك موجوده. الماده 93 هو خالق شي قط وافق عليه خويا هذا ان خالق شي قال له دير على القانون ولي بروفيسور والمحامين، قال ها الصناعه قضائيه اللي يعرفها لا القضاه اللي دارسين جميع المبادئ العامه للقانون اللي من خلالها يمكن ان تؤوله. المحامي يقبل لا زر من روايه لا يدافع بها عن راسه عن وكيله، يقول القاضي يستمع لكل شيء وهم اللي ثامر باللي يعرف هاي المبادئ اللي ما قراه الخوت. شوف خالق مبدا قانون قال له نظريه النص الواضح، اذا كان النص واضحا لا يجوز تاويله، اما اذا كان فيه غموضا ينبغي ان يؤول. الماده 33 شو تقول؟ ياك نعود قريبين من الراس. لا يكون رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة قيادة العظمى. كيف يتعامل صاحب القانون مع هذه المادة اللي صريحة واضحة لا يعدل شين قاله تفكيك للمواد؟ شين هي العبارات اللي خلقت؟ لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته، يلا يخط أثناء ممارساتي من خط تحت إيش سلطاتي يا لما اللي خط تحت غلط إلا بالخيانة العظمى. إذن هون أثلت كلمات يا الله نفكهم ووضحهم. لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارساتي سلطاتي. سلطات الرئيس شنو؟ تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من دستورنا ليس إلا. شو تقول هذه المادة مالتها؟ لا نوضحها لكم وينبغي أن خويا وأنت توضح لنا. سلطات الرئيس محصورة في الدستور ما بين المادة 23 والمادة أفتكر 39. شو يقول؟ يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية، يعين الوزير الأول، يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم، ينهي وظائفهم. الوزير الأول مسؤول أمام رئيس الجمهورية، يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات لا تستدعي نقاشات. لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول
ورئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية، تتم الانتخابات العامة 30 يوم، الرأس فوشي يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور، وهو يتمتع بالسلطة التنفيذية التنظيمية، ويمكنه أن يفوض جزء منها أو كلها الوزير الأول. توقع المراسم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الأول. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني. يعتمد رئيس الجمهورية الوزراء السفراء والمبعوثون فوق العادة إلى الدولة الأجنبية، ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون. يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها. يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها. لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب، هي المادة 38، عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية. هذه هي جملة السلطات اللي ذكرت المادة 93. هذه هي السلطات. في الفرنسية ترادويزاوها بار فونكسيون، فونكسيون جاي من فونكسيونير، وترجموها العربية بوظيفة، هي السلطات. رئيس الجمهورية عنده السلطات، إذا تصرف داخل هذه السلطات لا يكون مسؤول عن شيء حتى عقب لا عاد شيء، يقير إلى ما اعتبر هذه الصلاحيات، تجاوزها وقاس رواية ثانية عدلها. كيف تقتل رقاش؟ خال من داره وقتل رقاش، خال من داره واشرب الخمر. هذه ينقال لها التصاريف، ويقولها الأعمال، أنا مسوي تصاريف احتراما لرئيس الجمهورية، ما هي التصرفات ولا هي الأفعال، تصاريف رئيس الجمهورية الداخلة في هذه السلطات في هذا الاختصاص لا يمكن متابعتها إلا عن طريق الخيانة الوطنية. هذه هي قراءة الخيانة الوطنية شنو؟ أنا قلت لك لا ينفكوا المادة. الخيانة الوطنية شنو؟ الخيانة العظمى شنو؟ أخي العزيز، الخيانة العظمى يقول بدل، وأنا مطلع على هذه الأمور سابق، قاعد تخلق، يقول بأنها جريمة سياسية تخلق لين يفوت عود خلاف دين بين الرئيس والجمعية الوطنية، وعاد عندها أغلبية. الخيانة العظمية، الخيانة العظمى ما منص عليها الدستور، وهذا أخويا الموثوق يدور يعترف به، الدستور ما جاب هاي الجريمة إلا اسمها هوتوف، يقال ما جاب عناصرها ولا جاب العقوبة اللي يلا تزرع لصاحبها. هذه جريمة سياسية لم يذكرها الدستور، ولم يذكر القانون العضوي، ولم يذكرها القانون البسيط، وحتى أنها لا توجد في القانون الجنائي اللي عندنا. القانون الجنائي عندنا شو قال له؟ الخيانة هي حمل السلاح ضد موريتان، هي التخابر في صالح الغير، قال الخيانة، وفاتوا هون وفعلت وحاكمت عليها اسم الله. الخيانة العظمى هذه لا نص لها. اقتطع البرلمان بالتحديد الجمعية الوطنية لأعضاء منه لأنهم يمثلون الشعب، وأعطاهم اصطلاحا كلمة قضاة، وقال لهم أنتم هم اللي تحدوا عناصر الجريمة، كان خلق التعرف وتديروا هم اللي العقوبة. وهذا استثناء من قاعدة أصيلة في القانون الجنائي، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يقول بعدهم استثنى الدستور هذه الواقع. جيد. إذا الرئيس الجمهوري اللي قلت بأنه خرج عن إطار صلاحياته يكون مسؤول، قال ما يحاكم ما حد فهم، اللي يفوت يمشي القضاء العادي يقدر يعيط له اللي ارتكب، ومسؤول جنائيا ومسؤول مدنيا عن هذه المسائل اللي عدت خارج حدود صلاحياته اللي ذكرنا. واضح. وهذه حني طبعا مزال شوي، لا شوي، نعم، يصنف أهل القانون
بما فيهم جدل، وعندي كتاب مش وراي نعته لك، يقول بأن جريمة الخيانة الأغماء هي كلما حاول الرئيس وضع عراقل للسير المنتظم للمؤسسات الدستورية، سواء كانت برلمان، سواء كانت قضاء، سواء كانت جالسة، كلما حاول الرئيس أن يعرقل المسار المنتظم للمؤسسات الدستورية هي الخيانة العظمى. تفسيره هو ما ذم تفسير ذلك. شكرا لكم أستاذ سيد فضيل الرئيس على ما تفضلتم به من إضافات، وحتى نختصر بهذه النقطة وننتهي منها نعطي إحالة للأستاذ وبعدها نفتح سؤالا جديد. الأستاذ سيد المختار، نظرية النص الواضح، تفكيك المواد، تحديد السلطات الرئاسية في المواد الدستورية 23 و39 والمسؤولية خارج السلطات وتجاوز الصلاحيات والاتهام بالخيانة العظمى، كيف تردون الأستاذ في هذه الجزئيات؟ أستاذ سيد المختار الكلمة لكم. طبعا أشكر الرئيس والأستاذ المختار الفضيل على 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 فعلا الإجابة على السؤال اللي فعلا يهمني كثيرا، لكن يبدو أنه الفترة التي تكون فيها على كل حال يبدو انه المدرسه الوطنيه للاداره لا تقيم وزنا تماما للتمييز بين القانون العام وبين القانون الخاص، ولعل الفنيه التي شمها فيه عائده الى فعل الصنعه كما اشار لين ديستريج ديسيار. القضاه يختلفون عن المحامين وعن الاساتذه الجامعيين وعن المستشارين القانونيين في ان تعاملهم مع النصوص اكثر من تعامل الاساتذه الجامعيين، وبالتالي مع الزمن يوجد ما يسميه كربونيه الحدس والحاسه. القانون مصادره ليست فقط القانون والمنطق، وانما هنالك الحدس والحاسه. الصنعه من خلال ملكه الحدس والحاسه للقاضي تصبح وسيله يمتلكها القاضي وفعلا يبدع فيها اكثر. وانا بالامس مثلا اتذكر اني كنت انا وبعض الزملاء وكنت اهيئ مشروع عمل مقدم الى المحكمه العليا، فاجئني احد الزملاء العميد إبراهيم ولدي بأنه رمى جانبا ما قلت أنا به وكتبه هو شيء في الحقيقة استهواني كثيرا. لاحظت أن هذا يعود إلى أنا أستاذ جامعي قبل أن أكون محامي، بينما زميلي مارس المحاماة أكثر مني. ولهذا الخصوصية إذن في فضيلي بالنسبة لي أستاذ فضيلي والرئيس هي الصنعة القضائية. ما أشار إليه في موضوع النص الواضح هي نظرية معروفة، وما قال فيها لا يبقى إليه شك أنه إذا كان النص واضحا تعذر التفسير، لكن أختلف معه في اللجوء إلى في طريقة تفسير النص. هذه القضية، لأن في بعض الزملاء يمارس المحاماة، أنا شخصيا درسني في الجامعة هذين الإشكالين اللي هم إشكال لكارانس إلى أمبيغويتي دي تكست، النص القانوني مرة يعود فيه غموض أو يعود فيه نقص، كيف يتم التعامل معه؟ وطبعا اذا كان واضح كما اشار الاستاذ فضيلي يتم اعماله، لكن اذا كان في غموض هنا تتدخل. هنا اختلف قليلا مع زميل المحترم انه اذا كان النص ليس واضحا يجب ان نستخدم المنظومه القانونيه، هنالك يجب ان نلجا الى نظريه مصادر القانون لانها تعطينا منهجيه لاستخراج الحلول وتعطينا ايضا حلول. المنهجيه ماذا تقول؟ المصادر القانون فيها مصادر مباشرة ومصادر غير مباشرة. إذا كان المصدر المباشر فيه صعوبة، هنا يصار إلى المصدر غير المباشر. المصدر غير المباشر خاصة المصدر التفسيري معناها السورس انتربريتاتيف، المصادر التفسيرية اللي هي بشكل خاص الفقه القضاء والفقه المختص. وطبعا هذه القضية، قضية المادة المسؤولية الجنائية للرئيس، هذا إشكال تقليدي، هذا موضوع لاكة الألسن، هذا قدمت فيه أطروحات في فرنسا منذ 1800، والرؤساء يقدمون يحاكمون أمام محكمة العدل السامية، والوزراء يقدمون إلى محكمة العدل السامية. هذا كتب فيه فارينار، كتب فيه برادل، كتب فيه كاركاسو، هذا فيه حتى لجرانزابي. هذا موضوع تقليدي، هذا فيه تقارير من إعداد تيرمس مير الذي كان حاكم لموريتانيا، هو أستاذ القانون الخاص كان مقدم فيه في مجلس الشيوخ في فترة، هذا كتب فيه ديلي. هذا موضوع تقليدي في القانون الجنائي، لكن القانون الخاص أكثر صلة به.
واختلف مع الزميل في ان المعيار ليس ان نعود الى سلطات الرئيس ومعددها، المعيار بسيط تماما. المعيار يقول اذا كان تصرف الرئيس كان تصرف، وطبعا اذا كان تصرف الرئيس تصرفا مشروعا، هذه هيبوتيز دي رون دروا، هذا لا كيف حد صلى والله حد انفق على والديه، هذا لا اهميه له. يقول انت الاهميه متى؟ حينما يخالف الرئيس القانون. حينما يخالف الرئيس القانون هو اللي يجب ان نميز بين حالتين. اذا كانت مخالفته للقانون في اطاره وبسبب وظيفته هنا يخضع لنظام القانون، واذا كان تصرفه خارج نطاق وظيفته هنا يكون نظام قانوني مختلف. وعلى هذا الاساس لابسط، اذا قام الرئيس بالاعتداء على حارسه مثلا صبعه، هذا هون هذه المساله، هذا اكت ديتا الشاغل، هذا تصرف او فعل منفصل عن الوظيفه، وهنا يكون الاختصاص في القضاء العادي. بالمقابل المثال الاخر، قام الرئيس مثلا بتفضيل صهره كما يفعل عاده الرؤساء في افريقيا، وطبعا لدينا في قضيه عبد العزيز واضحه الامور، اذا قام الرئيس بتفضيل صهره فاعطاه صفقات اغناه، هذا التصرف ليس ديتا شاب على فونكسيون، هذا التصرف ليس منفصلا عن الوظيفة وإنما داخل فيها، لأن لولا السلطات التي للرئيس باعتباره هو الذي ينهي مهام الوزير الأول والبرلمان ما كان له أن يفضل أن يؤثر صهره مثلا أو من يريد. إذن نظام المسؤولية عن هذا التصرف الاختصاص فيه لمن؟ الاختصاص فيه لمحكمة العدل السامية، محكمة النقد الفرنسية في قضية باربيه، قضية مشهورة، قضية ليكولونيل باربيه، هذا معروف، قالت إذا كان التصرف في إطار الحياة الخاصة، تقول لا في بريفي، تقول لا سفير بريفي، إذا كان التصرف متعلق بالحياة الخاصة للرئيس كان الاختصاص للقضاء العادي، وإذا كان التصرف ليس في الحياة الخاصة. يبدو أن الأخ دخل عليه اتصال، أتمنى أن يتجاوز هذا وإلا سنعطي. أوكي. نعم تابعون. إذا كان التصرف في إطار الوظيفة أو بسببها فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة العدل السامية. وذكر أيضا السيد جليل وزميلي المحترم بنظرية موريس ديفيرجي، معناها رئيس الجمهورية في نظام دستور هانس كالسن يعتبر ملك جمهوري، الإنكار لتا الرئيس يجسد الدولة، مدام يجسد الدولة لا يمكن أن يحاكم من طرف قاضي عادي، خاصة في الأفعال المرتبطة بوظيفته، لأن هذا معناه هيمنة القاضي، هيمنة القضاء على السلطة التنفيذية، وهذا لا يقبله مبدأ السلطات. إشارة أيضا زميل المحترم إلى نظرية الخيانة العظمى، للأسف الخيانة العظمى قدم بعض الزملاء حتى لا أقول الأسماء، قاموا بحملة نوع من لا ديزانفورماسيون، حملة تضليلية للمجتمع، وطبعا كانت الحكومة ضحية وكان المستهلك الموريتاني ضحية، البعض يريد أن يعرف الخيانة العظمى بأنها درجة من الخيانة، بينما الخيانة العظمى هي كما أشار الزميل هي يمكن أن تكون حتى سلوك مدني. وطبعا فيدل وهو طبعا الأعلى كعبا وهو عميد الدستور الفرنسيين يعتبرها كل جناية أو جنحة أو حتى غير ما دون ذلك يرتكبه الرئيس، معناها أنها ليست مربوطة بدرجة معينة من 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 الإجراء. الخيانة العظمى بالنسبة لأهل القانون الخاص هي الرئيس يعتبر رئيس الموظفين، كل جريمة يرتكبها موظف المادة 166 من قانون العقوبات تعتبر ارتكابها من طرف موظف، لأنه مؤتمن على القانون تعتبره خيانة فورفيتير. إذا كانت الخيانة الخطأ الإجرام مرتكب من طرف الرئيس اللي هو رئيس الموظفين، في هذه الحالة نتحدث عن خيانة عظمى، هو تترايزون. إذن الرؤية الجنائية للموضوع مختلفة تماما، لكن المشكلة هون في ماذا؟ المشكلة أننا في موريتانيا، المحامي الموريتاني يعرف كل شيء، وبالتالي يمكن أن ينظر في المادة الجنائية، يمكن أن ينظر في المادة الإدارية، يمكن أن يكون خبيرا في الحمارية والعمرية في الأحوال الشخصية في الأنكحة في المواريث، يعرف كل شيء، كأننا في زمن الجاحظ حينما كان يقول العلم أن تأخذ من كل علم بطرف، أو كأننا في زمن ديكارت. لكن لابد لو أن قضية التخصص جيد، قضية التخصص
ونتوقف عن نتوقف عن هذه. قبلوا نقاش علني أيامها لاستفادة الحكومة واستفدنا جميعا، لأن لا يساورنا شك في أنه ولد عبد العزيز ومن معه أهل كل حرده والنسلة، لكن لا بد أيضا من اختيار طريق سليم. جيد، وصلت هذه الفكرة. الآن دعوني أحيل الكلمة لأستاذنا سيد الرئيس فاضلي. سيد الرئيس فاضلي، نقاط كبيرة أثارها الأستاذ: الصنعة القانونية، الحدس والتخمين بعد المنطق في الصناعة القضائية، والاختلاف فقط بينكم يبدو في طريقة النص وغموض النص أو قصور النص إلى أن يذكر قضية نظرية مصادر القانون ويخلص في خلاصته إلى أن الاختصاص للمحكمة السامية، وبأن الرئيس ملك جمهوري ولا يحاكم من طرف قاضي عادي، والحكومة كانت ضحية في قضية الخيانة العظمى. كيف تردون السيد الأستاذ المحامي فضيل الرئيس؟ أقول له أنه نسي عنصرا مفيدا في فهم وتأويل القانون، وهو البصيرة. والبصيرة هذه مشكلة. هم يقولون، أعني التصور، هذه القولة المقولة: من عمر ظاهره بالسنة وباطنه بدوام المراقبة واعتاد أكل الحلال وغطى بصره عن المحارم لم تخطئ له بصيرة. يا أخي، المعرفة السطحية والعميقة للقانون إذا لم تصاحبها بصيرة، الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا نضيفه على ما قال. احنا ما بيننا اختلاف كبير. يا الله يفهم اخي سيد المختار ان الرئيس ليس ملكا. اذا قال هنستراني هوك هون ما هو ملك. الرئيس عنده صلاحيات وصادهم الين يتجاوزهم يكون مسؤولا مدنيا وجنائيا ويحاكم بعد طبعا خروجه عن ذلك المنصب، يتابع جنائيا من طرف المحاكم العادية، وليس له محكمة تمييز. مثلا رئيس بدد ممتلكات الشعب العقارية والنقدية، رئيس أعطى دي كونترا ودخل فيهم وقلع من شرائك بدون وجه حق، رئيس ثراء فاحشا غير مبرر. هذه اليوم جرائم قائمة، شو عدل معاه؟ يوحان ليه تفوت منطو بيلي المحصن منطو هو ما هو كمرض، أي عدوى الحملي إلين يوفى منطو إن أحكام برك راعو ويقيس الملف، يقيس القضاء العادي. حتى الخيانة العظمى يا أخي سيد المختار، أنت تعرف أنا لا أكذب ولا أجازف ولا أزيد، وهو لا للنظام ولا هو نظام عبد العزيز. وقلت له قدامه إني ما نعرف فيه شكرا، لا هي منازعة عدل تصالحه كاملة، قلتها قدام المحكمة وقلتها هون في التلفزات، ما نعرف ليش ولا ندور منصب ولا نبقي. أنا رجل قانون، ذاك اللي ظاهر والحق نقوله. هذا الرئيس تصرف تصرفات خطيرة تشكل جنايات على حساب هذا الشعب وممتلكاته، ممثل عنه جنائيا اللي نفوت عود مات لرئيس متابع. فم حالات ثانيات، هذا هو قراءتنا ولا هي خطأ. لي الله ينقال هاي قراءة، وانت عندك مولي قراءة. يقول لا، احنا محامي القراءة لا يتعدى المحكمة هي الملزمة. احنا هون قاعد ما نمدق على شيء، احنا كنا اعطي وجهة نظره، والمسؤول القاضي لا يحكم، ومن بعده محكمة الاستئناف، ومن بعد ذلك محكمة. احنا رأينا قاعد ما مهم، الرأي لا يتستقر عليه. المحكمة العليا ذال القضية سيشكل سابقة قضائية. وأنا لست من المحامين الذي يلجئون إلى بيير مسمار وفرنسا وهذا الشيء، بيلي قضاء والسوابق القضائية الخارجية لا تفيد شيئا
لا في التأويل، اتفقلتش مع روسكم. احنا القضاة في المحامين، يلا نتفقلش مع روسكم، يبعد عندنا قضاء وسوابق عدلية وشي قاعد يمشي شور الطريق. لذلك ما نقعدوا ونقعدوا مسقمين ونقعدوا قاريين حتى ونقعدوا بالقراية ما لنا، ولأن ليش قال بيير مسمار وقال كذا، لا قالت ترات لا قيمة لها به اللي ما أنا ما أنا ما حتى أصحابي الشقر يعني نظرية المنفصل والمعاصر فرنسا هذا الشيء، لا احنا قضاء وطني، وعندنا أطباء، كيف عندنا أطباء، عندنا صنادلة، وعندنا مولدات مولدات قانونيين. بالنسبة لما قال عن المحامين والعبد العزيز، حقيقة أوافقه في جزء وفي جزء لا أتفق معه. هؤلاء المحاكمين يعانوا من ملف خطير، أدلته واضحة، شهود قائمين عليه، ولهم الشهود البسيطين، ولوا ونسيبوا وزراء الأولين وزراء كاملين، وهو وما في واحد. إلين تخرص هذا الملف، لو أن أخي سيد المقطع كان من بضع هاي الأخوة اللي دارك يحاكم الأطراف كاملة، لا اطلع على خطورة هذا الملف، الأدلة تطاير منه، وهم في وحل. ولا تلا عندهم كي قلت لكم مسبقا، ما هو هاي المساكن الشكلية والدفع بها، ما اللي هي منتهية بالرحيل الخافني، هو الأصل لا مناص منه. احنا جايين، لا بقى يتمسك بالمادة 93، لا بقى يتكلم، الشهود بعد دور يتكلم، والوزراء دور يتكلم، والأموال الطائلة هم اللي رايها مكرودة، هم دفاعا عنهم في وحل خطير ما عندهم لوش. دافعوا حتى عن يقين الملف يتكلم يصرخ، أخي العزيز سيد المختار إن نظرت إليه ستتغير رؤيتك عن هذا، لأني أعرف أصلك وفصلك، وأنتم من خيرة هذا البلد، أنا أعترف بذلك وأحترمكم لذلك. شكرا. إذا دعوني، يعني مازال نعم عنصر شوي، نعم تفضلوا. والله أنا ما كيف تكنت سيد المختار، والله ما عرفت قاعد أنا جيتين أنت للملف، حاجة اللي منها السلطة التقديرية عند القائمين على هذا الأمر، يقدوا يديروا واحدين ما ينفع شبهان وانت منهم، ويقدوا يحذفونه. وبالنسبة لي هذه قضية تقديرية لهم فيها الحق، ولاني شاك انه يقد يعود استهداف، لكن انت ما هي بايعه، يكون عاد عندك مشكلة مع رقاه منهم والمشاعر، وهذا كان عارف شكرا. تقال بعد انت من الكفاءات الوطنية، وكي قلت لك قبيل هم اللي يحميك الله حاميك الله، انت تدافع عن رسول الله وتدافع عن النصرة، بالعكس من المحامين الثانيين، والله واحد منهم بعد لجع توا في اكتساب مؤازرة من أساء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جهارا نهارا، وأنت كنت في الكفة التي أحب أنا وأحترم وأقدر. جيد، شكرا لكم أستاذنا سعادة النقيب والعميد فاضلي. الآن أعود إلى سيد الأستاذ سيدي المختار وأنهي هذه الجزئية وأفتح سؤالا جديدا، فقط هذا آخر تعقيب بهذه النقطة. السيد سيدي المختار، القضية في البصيرة، لأن البصيرة أهم من المعرفة القانونية، وهناك تصرفات خطيرة تشكل جنايات، والكلمة الفيصل للمحكمة العليا، والسوابق الخارجية لا تهم ولا تفيد في إطار القضاء الوطني، والدفاع الرئيس في وحل وليس لهم إلا الدفع والشكليات، والملف صارخ والسلطة تقديرية. كيف تلخصون رؤيتكم لكل هذه الزوايا حتى نفتح شكلية جديدة؟ أشكركم. طبعا قضية البصيرة، على كل حال أنا أحترم فضيلي وأعرفه. على كل حال بكل أمانة، أنا عرفته في بيتي من بيوت الله، وأتذكر أني أيضا عرفته في أحد المساجد يستنصر بالمسلمين للترحم على معالي الوزير السابق محمد أحمد ولدي رحمة الله عليه، وهو رجل شريف فاضل فاضل، يحبه والدي كثيرا وأحبه أنا أيضا لأنه من أهل بيت سيدي وولي عليه الصلاة والسلام. إذا فضيلي، وهذا حقه، مستواه العلمي درس الشريعة، متصوف،
على كل حال فهم المفردات وتستهويني وقد يروج نظري. فقط أعلق على جانب، وطبعا أيضا مراعاة للسن لما كانت فضيلة لا يمكن استمعت إلى هذا، يحق له حتى أن يؤدي بنين بابن أحرى. وطبعا تأديب والفضيلة ليس تأديب غيره، يعني من يؤدبك بعلم يقدمه إليك، والله التصوف الذي هو زبدة الإسلام بالنسبة للمسلمين. مع أن أيضا الملي في الحقيقة المشترك إذا حدث كانت العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد والمعاني. أنا حينما أجد محاميا أو قبلها كان قاضيا، تكوينه تكوينا مزدوجا، معناه يعرف القانون الوضعي وليس له موقف من القانون السماوي، وإنما يشاهد به وحتى تردد على لسانه توقير لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يحق له أن حتى مثلا ينالني بالكف من باب أحرى، لكن أعرف أن النية طيبة. على كل حال أنا شخصيا أنبه زميلي المحترم إلى أن حديثي عن فارينار، عن برادل، لأن هؤلاء متخصصون في الميدان، هذا فقه مختص. هو القانون لديه مصادر، هنالك المصادر المباشرة، المصادر غير المباشرة هي الفقه وفقه القضاء. نحن في موريتانيا ليس عندنا فقه القضاء، المحاكم أولا لم يحدث في تاريخ موريتانيا أن قدم رئيس ليطبق المبدأ المسؤولية الجنائية للرئيس، ليس لدينا فقه القضاء، ليس لدينا فقه مختص. هنالك مثلا أساتذة القانون الخاص نادرين جدا، أساتذة القانون الجنائي أندر، ومع ذلك تجد حرب في موريتانيا. لماذا؟ لا بد أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. أهل الشهادات الكبرى من الجامعات الفرنسية والتونسية لا بد أن نعيدهم إلى فرنسا والإمارات، وبالتالي نحن ليس لدينا فقه مختص ولا فقه قضاء. إذا الحل هو ماذا؟ هو أن نلجأ إلى الفقه الفرنسي وفقه، خاصة أن المادة 93 من الدستور الموريتاني، هذه المادة ليست من خلق عمر الفاروق ولا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، وإنما هذه المادة 93 صنعها الجمهوريون في فرنسا، وهي تقر ما يسمى امتياز جمهوري، بريفيليج ريبوبليكان. إذا في تفسير هذا الامتياز نعود إلى ريبوبليكان، نعود إلى الجمهورية. كيف مثلا أنا درك عندي سيارة مثلا تويوتا، هي سيارة ليست مصنوعة في تام شكط ولا في المذرذرة. إذا أردت كيفية استخدام هذه السيارة يابانية، أعود إلى اليابان، أستنصر بطوكيو من مصنع تويوتا ليقول لي كيفية استخدامها. هذه المادة 93 نحن استخدمناها من فرنسا. الثقافة البربرية والثقافة العربية والبولارية لا وجود فيها للامتياز الجمهوري. الامتياز الجمهوري والامتيازات والحصانات هذه مفاهيم من صنع فقه وفقه القضاء الفرنسي. ونحن حتى دستورنا يحيل إلى الدستور الفرنسي. نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تفخر وتتمدح باستمرارية القانون الفرنسي في القانون الموريتاني. حتى الساعة لم ننل سيادتنا التشريعية، لأن كل دستور عندنا يحيل إلى التشريع والتنظيم النافذين قبل الاستقلال. ما دام الأمر كذلك معناه أنني مقيد بالاجتهاد القانوني للمجلس الدستوري وبمحكمة النقض على الأقل قبل الاستقلال. وإذن أنا شخصيا لست في مظلة الاستلام، وطالب بتعريب وبالاعتراف باللغة العربية لغة رسمية للبلاد، اعترف بموريتانيا دولة عربية، طبعا مؤمن بالله على المكانة العربية والعرب، لكن في الحقيقة لا بد أيضا البحث العلمي لا يعترف بهذا وحده، لا يمكن أن نقول به بلغة واحدة، وهذا ما يستهويني في الرئيس فضيل. إذا اللجوء إلى فقه المختص أو إلى فقه القضاء أو إلى السواقة الفرنسية هو للوقوف على معنى المادة 93 التي لم نفطرها وإنما استجلبناها، وبالتالي علينا أن نستنبئ الفقه المختص عن دلالتها، ونستنبه ايضا فقه القضاء عن كيفيه تعامل القضاء الفرنسي، وهو قضاء لا يمكن ان يكون قضاءنا ندا له، لان احنا قضاءنا، احنا اليوم في موريتانيا يا اخي تجد اليوم حالا رئيس المحكمه العليا في موريتانيا في مركز تشريع، بينما قاضي امرج وقاضي باسكنو في مركز دستوري، هذا غير طبيعي. اليوم تجد محامي قدام الغرف المجمعه يدافع عن كوميرسان كلاندستان، عن تاجر ليس له رقم ضريبي ولا رقم تجاري، ماذا يعني هذا؟ يعني اننا لدينا مشاكل. حتى الرئيس الحالي والغزواني في وزاره الابعاد الامريكيه كان صريحا حسب ما قال بعض الجاليه انه مقر بان لدينا مشاكل في هذا القضاء، لدينا مشاكل هيكليه، طبعا لا تتعلق بشخص قاضي او كذا، لدينا مشاكل على مستوى المحاماه،
على مستوى الجامعه هنالك مشاكل هيكليه. بالتالي من الاحسن ان نستنصر بفقه القضاء الفرنسي وبالفقه المختص، خاصه ان الفرنسيين اقل غموضا منا نحن الموريتانيين. واذا اعتذر لزميلي الفضيل والرئيس المحترم فضيلي عن حديثي عن الفقه المختص، ليس بهارا ولا عن بالفرنسيين، وانما الواقع الصناعه القانونيه تفرض علي هذا. هنالك مساله اشار اليها فضيلي تتعلق بقضيه لماذا لم يعرف، لم تخضع الخيانه العظمى لما نسميه في القانون الجنائي مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات. معناها الوزراء، تلاحظون الماده 93 فقرتين، الفقره الاولى تتعلق بالرئيس، الفقره الثانيه تتعلق بالوزراء. الفقره المتعلقه بالوزراء قالت انهم لا يسالون الا عن افعال محدده سلفا في قانون العقوبات، بينما الرئيس لم تتحدث الماده عن مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات. هذا مصداقا لقوله ان عدم تعريف المشرع الدستوري للخيانه العظمى عن بينه واختيار، مساله مقصوده. ولهذا اتذكر ديلي صاحب، نقول احنا في القانون الخاص والقانون التجاري سيسيون ديلي هذا امضى، هو فرنسي، امضى 45 سنه في البرلمان الفرنسي ومات وهو عضو المجلس السوري. ديلي في كوميسيون فيدل حاول ان يقدم تعريف للخيانه العظمى، لكن تفاجئ بان اعضاء اللجنه قالوا له صراحه لا نريد تعريف الخيانه العظمى، نريد ان نترك اليد طولها للبرلمان لانه يتشوف للرئيس. الوزراء صحيح نحميهم ان لا يسالوا الا عن افعال محدده سلفا ولا تطبق عليهم عقوبات الا عقوبات معروفه سلفا، لكن الرئيس نتيجه لخطوره فساد الرئيس تركنا المساله واسعه، وبالتالي يمكن لمحكمه العدل الساميه ان تفصله وان تحكم عليه عقوبه ليست موجوده في قانون العقوبات. اذا هذه هي الرؤيه اللي قائم عليها القانون الجنائي الدستوري. لكن في موريتانيا تجد عندنا البعض يقدم استشارات، مثل محامي موريتانيا تجد يقدم استشارات في القانون وهو لا يعرف انه عبد، انه بذاته عبد، انه نتجاوز هذه النقطه، لان هذه ندخل في نقاش سؤال جديد. شكرا لكم. السؤال الان هو اين هي بقية المتهمين في الملف الذي وصل عددهم إلى 301 متهم في تقرير اللجنة البرلمانية الأولية؟ هل تمت براءتهم قبل إيصالهم إلى المحاكمة؟ أم ما هي الجوانب القانونية في هذه الزاوية تحديداً؟ الكلمة لكم سيد الرئيس الأستاذ فضلي الرئيس. قبل أن أجيب، نعم، ألاحظ أنني أنا وأخي متفقون الشيء ما فهم خلاف كبير جدا إن تصنت إذا كان، وفي الوقت اللي كان شي من الأخوات والزملاء يمعدل بين الله يخلق بين اصطدام، هم جاهلين وصولنا وجاهلين مشاربنا وجاهلين من اللي نرجع له كاملين في الآخر، نرجع له لمولانا وللرسول وكلمة الحق نصطع بها، ولا أقدان درجات ولا ندور من اللي شعب درجات. هذا اخترت باطن نقوله، معناه بأن هذا الحوار إلى حد الآن محترم قياسي مضبوط، وأنا أجبرت فيه الخو المناور بطبيعة الحال يغير ملي محفز. شوف سأكون صريحا معك، خالق كلمة قالها أخويا سيد المختار حقيقي، والعبد العزيز استشار شي من المحامي يقول ما هو فاهم المستشار، الاستشارة هي أمانة، من تستشير إنسان تعرف دينه وخلقه ومعرفته وعلمه، وقلت ما اللي عشت عليه المادة، لو أنه سقط على مادة مربوطة ما يعود عطاوه عود من أفرنا، إن قالوا المادة 93 راهي قاعد المحكمة الجنائية فات في الدفوع قاعد ذاك مرتوك، يقولوا له تكلم دافع عن راسك بين. ما عدله الأخوت الثانيين اللي كانوا مشمولين معاه، جاءوا القاضي وكيل الجمهورية واعترفوا بذلا، اعترفوا وأغرقوه هما شت وزراء وهذا وولوا ونسيبوا كيف قلت لك حمل ولاع اللي هو اللي ما تكلم، اللي قالوا أصحابه تم محامي تم لا تمسك بالمادة 93.
تعاملوا تعاملا موضوعيا قانونيا، لين تسولوا القضاة يجاوبوهم، وهو انكر ذلك ما قبلوا. اللي منهم برؤوه برؤوا، انا بعد ماني ولي مبرؤ، ولا مبرؤ رئيس الجمهوريه ولا الوزير الاول ولا حكم، مبرؤ قضاة التحقيق ومحكمه الاستئناف والمحكمه العليا هي اللي تبرأ. السؤال ما هو لي انا، ما يطرح لي، ما نعرف المسلم باللي قاع ما شفتهم في الملف. الملف فيه لا المتهمين، احنا اللي اعطانا كمحامين الملف في المتهمين، ولا نبحث عن ذيك الروايات اللي ما تحنينا قال إذا تصرفوها. في إطار المتهمين، من هم المتهمون غير الرئيس السابق في هذا الملف الذي أحيل إليكم تحديدا؟ شو متهمين؟ وزيرين أولي معاه في المشاركة المجموعة 10 أو 11 شخص تقريبا، تقريبا. تاك جيد حدود أنا ما جيد حسبتهم يا جيد غير ملي حاليا شو نقولها، نعم يعني تفهم الأخبار نعم ولا عملك ما هم واحد ملي قايل لك بارك. شو غضت موريتان، أنا شوف يا أخي أنا ما نبغي كذب، فوت موريتان زيد بن عبد العزيز وأسرته وسمسارته ذهبت إلى هؤلاء فقط. إذا عادت الدولة والله القضاء يبحث عن فوضى موريتان، ذكية ذكية واضحة باللي بعض حجزوها ومكرود لا ثاني ما عنده شيء يعمل. جيد، نتوجه إلى السيد الأستاذ فاضلي. أشكركم سيد الأستاذ فاضلي، كيف تردون على هذه الجزئية حتى نفتح سؤال جديد؟ شنو الجزئية؟ سيد المختار، عفوا الكلمة الآن سيد المختار، عفوا. أشكركم سيد فاضلي. نعم أنا أشاطر الرئيس الجليل والسيد المحترم رأيه في أن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز ضحية هو نفسه لبعض الاستشارات. وطبعا أؤيد ويضاف أن الاستشارة أمانة، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون كيف. وحتى الفرنسيين يتحدثون عن لا لويوتي، كيف تنصح رئيس بأن يستمسك بالمادة 93؟ لكن وهذا معقول، أنا شخصيا حتى قلت له فعلا أنا هذا لكن هذا من الناحية الإجرائية، ذلك ما يسمى باليمول القوالب. بعد الوصول الى قاضي التحقيق عليكم ان تطعنوا بعدم الدستوريه، لان يعني المساله اوليه. المحكمه العليا رفضت، قررت الاحاله، هنالك اجراءات يتم القيام بها. اذا تنازلتم عن القيام بما يوجب القانون عليكم القيام به دخلتم دائره الخطا. الخطا هو فعل ما كان يجب تركه، ترك ما كان يجب فعله، ولا اهميه هل كان هذا عن بينه بنيه الضرر ام لا، لأن الضرر هنا لا أهمية له. لو النائم يتحرك حركة فيكسر كؤوس الناس يصبح ملزما بجبر الضرر. ثم ثالثا، في بعض الحالات تجد الدفاع عبد العزيز كالنار عليه، شر مستطير عليه. مثلا حينما يقف رئيس سابق لدولة يفترض أن فيها قانونيين، وفعلا فيها قانونيين، لكن مع ذلك يقف هذا الرئيس ويقول على فرنسا كانت اللجان البرلمانية ليس لها أساس دستوري، هذا يكرره عبد العزيز. نعرف ان مصدر هذا هو مستشار القانوني. طيب كيف محامي، كيف لا نحاكم محامي؟ هذا عند الفرنسيين يسموه مانك دو كومبيتانس، والله مانك دو بروبيتي. المحامي الذي يعطي استشاره مغلوطه لموكله احتمالات لاذنه، عنده مشكله عجز معرفي، والله هو اللي عنده عجز اخلاقي يدور يدمر السوق ليا. وبالتالي هو رجاج ما هو عارف ان خارج قانون دستوري، قانون نظامي، قال له النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهو اللي على أساس قام لجنة. هذا قاعد يا أخوي باسم الحال، هو كيف شارع فضيلي حد ما يعرف الجانب الدستوري ويعرف أن الدستور هو قانون القوانين كيف يقول هانس كيرسن، هو باسم الحال قاعد يعرف القانون المدني والقانون التجاري. وإذا ولد عبد العزيز في الحقيقة كيف يقول العرب، يداه أوكتاه وفوه نفخ، فمه هو اللي نفخ به. الأخيرة تقعد لك الزميلة اللبنانية، ورانا بعد بالمناسبة ما يخسر شيء إذا قادت إلى حاولت معها، هي كانت تقبل لك كونتراديكتوار ما تخسر شيء، تقعد مثلا وتقول لك نقلت كاع القضية من تبييض الأموال الداخلي إلى تبييض الأموال الدولي. قالت تعلم الأموال اللي عنده عبد العزيز أنها أعطيها له رئيس دولة عربية، وهذا كان حد يدافع عن حد، وهذا لا كيف حاجة لك حد كان متهم بقتل عمد يوقف له محامي ويقول له السلام عليكم، هذا السيد قاتل غيلة. وهذا هذا ما هو الدفاع.
انا الدفاع اللي تعود انت مدري بحقيقه ولا عاد شي نقدم لك نقول لك انا لاين بريدي كوبابل كي مثلا عبد الثاني معول العام ساعه النايب عبد الرحمن والميني وسعد والحمود وتوافقنا عليه انت مالك بالدور مالك بريدي كوبابل اي وانا ما نقدم ولا نقرقك بيه القانون ما يسمح لي به يقال المشكله في موريتاني على ان المحامين والمستشارين القانونيين ينساوا كيف الشهر فضيلي على ان هذه امانه هذه خيانه لا كيف عامل انت عامل تخلصه شهريا ويشيل الشركه ويتم لايك الرسمع هو اذا قد حرك ضد دعوه الخيانه نفس الشيء انا فوكاي اندوزيك انا راه هو كركرك معناها قد اقول عبد العزيز تاذى من دفاعه اكثر من الرؤيه اللي كانت عنده اولا يقول انا ما اسمع لي انا صحته قلت له تعود الدور همك الدايق وده يعلم الله شهيد على ما اقول قلت له اسمع تعود الدور الدايق انا اقول الشد وما قد خلطنا بين الشيء ايش وبين اللي مولي كيف يشير فضيلي انا نختار النبي صلى الله عليه وسلم عن بويه يوغي والعبد يوغي والغزوان بس من حاله ليش راك انا واللي شد يعطيني النار دعطيني قبل يا اخي قلت له راعي لك بدي انت عالم في القانون الدستوري شيباني من اليهود سو كابيني ومتخومين مولي راعي لك راعي لك علماء ما عدل له ايوه هذه اللبنانيه درك قبلت به خط لا امن به اللي قاس به تبييض الاموال معناها موريتانيا كانت متهمته بمخالفة القانون الجنائي ومكافحة الفساد هي قاسبي عاد بعد قاع متهمته بالذين قالوا مخالفة القانون الدولي الجنائي معناها هذا اللي قال فضيلي وراني هون نفسر من نهارات انا تميت هي حملة كبيرة على فضيلي وفرض علي الدخل لكن الحاجة اللي في الماضي انا اللي نقدم استئذان بإثارة مسؤولية فضيلي بحاجة في قضية الوليد اللي هو الهيئة زين عندها يقير الصالح إذا تفكر لو مشكلة فضيلي هذا شو فضيلي هذا يلو عاد ما عنده علاقة بالإدارة يعود فات وعدل له وعدل لي قال له رانا الشاطب يعني لماذا بيلي فن فنية هذه الفنية ما هي مقبولة به لم يا الله تعود العملة لما هي زينة وراني معتذر خايف لعلة تصير بي طريق شروعي ثاني نعم صوت شكرا نفتح سؤالا جديدا لنبتعد عن تلك القضايا سؤال جديد ألا تعتبرون أو حسب وجهة نظركم من دون اعتبار لأنكم أنتم من يحدد قضية توقيف مريض في مطار ومنعه من السفر للعلاج بالرغم من كونه ليس تحت أي رقابة قضائية مهما كان هذا الإنسان رئيسا أو مواطنا عاديا هذا الشخص ليس تحت رقابة قضائية حاليا هل يعتبر هذا خرق للحريات الدستورية أي حريات الذهاب أو الإياب أم أن هذا طرح أيضا مبالغ فيه كغيره من الاستشارات التي ذكرتم الكلمة لكم السيد النقيب العميد الأستاذ فاضل الرئيس في هذه الدولة كثير من الشرطة نعم فهم شرطة إدارية وفهم شرطة أمنية وفهم شرطة قضائية هذا الرجل الطبيب وتكلم يامس هاي بكلام منتو واحنا نراعوا فيه نرجع له الصحة قال ما فيش الشرطة الإدارية والشرطة الأمنية تعرف بأن انعقاد المحكمة والشيك ولا يخليته سافرته وجبرت معلومات قلت عد مغلوطة يقول أنه لا يهرب وتصرفوا عليها هذا ما نسول أنا عنه لا أخويا تسول عنه ذيك الهيئات ولأن لا يندافع عنهم لمنعهم يقين أطرح لك الاحتمالات اللي قد يعود وفق تصرفه المرض ما مؤكد منه محمد لبا قانو ما شاف ايوه شو واش راني ب ب ب ب ب بالأمانة متوافق أنا وأخويا ذا على هذه النقطة اللي كنا نشده 100% جيد أتوجه إلى سيد الأستاذ سيد المختار سيد سيد المختار الشرطة الإدارية والأمنية عندها السلطة التقديرية وعلى اطلاع بأن المحكمة قريبة والمرض ليس مؤكد منه كيف تنظرون أنتم هذا من الزوايا القانونية الإنسانية البحتة القانون هو القانون قائم على المساواة في مبدأ دستوري مساواة المتقاضين أمام الدعوة الجنائية لا يمكن أن يكون هنالك قانون خاص قانون إجراءات خاص قانون إجراءات جنائية خاص بقول عبد العزيز قضية أنه هو مريض أو غير مريض هذا لا يقيم له
الشرع وزنا، لا يقيم له القانون وزنا، لأن سجن البيكة في سجناء مرضى. هو لما كان رئيسا كان يختار بعض الأشخاص من علية القوم يعذبهم عذابا نكرا، يوجههم إلى بير مقري، يختاروا من تنبطقة من آخر إمارة حوض الشرقية، يختاروا من تقانت، يختاروا من أدرار، يختاروا من عيون، يعذبهم وبقرارات من المحكمة العليا. إذا ما معناه أن يكون المرض موجب لإلغاء قانون الإجراءات الجنائية؟ هذا لا يستقيم. الشرطة يحق لها أن تمنع عبد العزيز من الخروج لأنه متهم تبييض الأموال، ولا لا يستقيم أن يكون الشخص متهم تبييض الأموال وبالحراب ومع ذلك يتجول في المطار، هذا لا يستقيم، هذه إحراج لنا جميعا. ثالثا، عبد العزيز في الحقيقة متهم ليس بجنح وإنما بجنايات، وبعضها دي كريم ترانس ناسيونال سيبرا ناسيونال، بعضها جنايات فوق القانون الوطني. من هذا هو مركزه؟ كونه الرقابة القضائية انتهت، هذا لا يبرر أبدا يعني يسمح له بالخروج، لأن رقابته القضائية لا تنتهي أصلا. المحال إلى محكمة جنائية إذا كان محبوسا يبقى محبوسا، وإذا كان تحت الرقابة القضائية يبقى حتى تحاكمه المحكمة، هذا على مسؤوليتي. لكن المشكلة وين؟ أنك تجد واحد كان يدرس قانون الإجراءات الجنائية في ينجز زمان، لكن يقول لك والله سأقدم لك استشارة، وهو لا يميز في الحقيقة بين المتهم بجناية والمتهم بجنحة. والعبد العزيز متهم بجناية، المتهم بجناية يبقى تحت الرقاب القضائي حتى يحاكم، وإن كان محبوسا يبقى في الحبس حتى هذه قواعد أولية درسناها في الجامعة التونسية والفرنسية، مكتوبة منشورة لا يختلف عليها اثنان. إذا قضية مرض عبد العزيز نحن جميعا نموت، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يمرض، لما لا يمرض والعبد العزيز؟ نحن نضحك نبكي نموت نعجز، حيث البيضان يقولوا الثمانية وكل البروبليم، المرض ما له علاقة المشاعر الإنسانية. إحنا ذو كان عبد العزيز يعذبنا، أنا ذا كان زمن وهيئة المحامين تكتب الإير فرانس تينس إير رام باسم الجمهورية الإسلامية أو فهم ذي المحامي، أعطونا كونترا. هذا شو نقول لك؟ هو حتى ما هو متخومي، حتى راعي الدولة الفرنسية مطار الرواسي، الرواسي جدي بيان شار دي جول شاهدين على هذا، التوانسة راعي معناها هو رئيس كان يعذبنا كامل. ايوا خويا كنا لا نمرض ولا يكبر، قلت الله يشفيك ويبريك يا خير ملي، ما يقدر القانون الموريتاني يخسر، هما فيهم وحدين ماتوا في السجن، انا ذا عندي ولد عم فقد بصر وساجن هو في الوالي بظلمه، ساجن ملي على انه تو مفسد، مفسد ديك بنقته ديك حاجه لك مفسد، اللي يقول احمد دادا واللي يقول محمد الرحمن واللي مين، هذا الظلم ظلمات. يا الله دفاع ولد عبد العزيز يقبل العلم ويدافع بشيء واضح. أوكي. إذا كان سعادة السيد العميد فاضلي عنده تكملة في هذه النقطة، وإلا نتجاوزه إلى سؤال جديد. والله أقول لك بكل صراحة، نعم اتفق مع أخي على كل مركبة وبسيطة من الخطاب، ولا تعليق لدي، لا تعليق لدي، كل ما قاله أوافقه عليه. إذا لا خلاف على هذه النقطة، نتجاوز سؤال جديد. لا 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 خلاف. لماذا حجز الرئيس السابق في سجن انفرادي في مدرسة الشرطة؟ وإضافة صهره له ألا يعتبر مساسا بالكرامة الاجتماعية في الأعراف المحلية خاصة الأسرية، وربما يكيفها أو يفهمها البعض بأنها استهداف شخصي؟ كيف تردون سعادة العميد الأستاذ فضيل الرئيس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كنت شاك، وإذا أولك ما لا يقولك أنا قاعد ما هو، أنا كنت شاك إن النيابة العامة إن الشات والشور السجن الشرطة عبارة عن بيتين كليماتيزي بيوترقال وأنهول ودوشاتهم كان هو يحبس فيهم الواقيش من الخارج انه يشبه له من الحبس المدني. وحقيقة الامر انه لا امتياز له، وكان ينبغي ان يكون في السجن لمحامين طرحوا هذه المشكلة. قال لك الخو هما اضروا به، هي الدولة قلت ما يشترك سوى الحبس ويقعد ساكن مع المجرمين ويقدر يرصفوا عليه يفحشوا فيه ويفترسوا فيه.
كان تعاملا بالنسبة لي، تعاملا جادا وسلا من طرف النيابة العامة. كان قلت بشي الشرع ولا تبي الأخطاء دام شلي مصطفى الحمد السالف مشاهون شر بيلا يعذبوهم، كانوا رؤسانا خاضوا بالمراحل كاملة. هو بعد ديار هون ومن تجي وقداه يجي من الشورى له الديران وصار مع نسيب وذيك ريالك محل سجدة. أنا مطلع عليه الأمور دقائق. كيف تفسر أن الصهر رئيس هو أول من يغرقه ويشهد عليه؟ أنا عندي المعلومات على كل حال، شرط عليها مع الأسف نقدر نعود بكلمة شاقة قلت من الذل. لا خالك شي من ذاك اللي سويت النهار هذا، قلت لك أنا عندي معلومات شبه كذا ولا هي إهانة شبه له ولو وصهره من يجي واحد ثاني والله يتم وحده يأن الصباح يا أخي. إذا مالي هي تنطرح منه مشكلة، هو ايش مخصص على الشرطة ولا القضاء إلى فرق مار ومشاهم كاملين يسوى الحبس المدني، لين يقول سوى الحبس المدني يدور يعرفوا بأن شتانة ما بين السجون والعادة مالي لا يلحق يدوروها يطلبوها يقولوا احنا قسمين الحبس المدني. هذا الراجل ما عنده مشكلة لا صحية ولا عنده مشكلة في ذي البلاد اللي هو فيه، المشكلة لا يلعب الوحدة هو تعرف بيني وبينها خلاص لها سيد صعب يا رجل تم مشكلة كبيرة. احنا هذا المريدين نختير الخلوة باللي كل ما بقيت وحدك يستدعاك الله وطلب منك مناجاتك ويعطي منا 41 يوم قاعد وحد البشر قاع ما نبقوا من انفرد. يا الله يفهم النعمة من أم مولانا، إن مولانا اختاره أن يكون وحيدا ليناجي، ما يوحل في الشياطين ولا يوحل الندات وأنا وحدي. القرب من الناس مهلكة والبعد منهم مصلحة. كان يقبل تسبيحه ويقبل قرآنه ويصلي على الرسول ويبقى أوراد اللي يتمكنوا من الشيء يعود قاع. هذا ما هو خارج ما هو حالم به قاع، من لا ورد له لا وارد له. بعيدا عن جوانب التصوف، لان لا هذه جوانب هذا اللي نقول لك سي بسيكولوجيك، ربما استشارات هذه دينيه نو سا سي لا بسيكولوجي بير سيب. اذا نبعد عن الجوانب سي لا سيونس بسيكولوجيك سي لا بسيكولوجي سي لا بيتاليز. اذا لا تفهم ذاك المعنى، نبتعد عن السيكولوجيات والروحانيات ونبقى في القانون. نبقى حبلا لا 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 تفضل فقط انا سولت شو صحابي. نعم انا سولت وانا جبتك بالصدق، كان صريحا سؤال جوابتكم الجواب كان صريح. نتوجه انا ما نعرف بصراحه ولا يحل في الكذب ولا عاطيني الشيء رقاش ولا هو ما أدريش أفهمها ولا ندور توظيف ولا ندور فضل ولا ندور كلمة الحق يجو بها أمام الله سبحانه وتعالى. أفهم الفهم تو ما تعرف أروقيش. إذن القضية نتجاوزنا ما دامت القضية إلهية نبتعد عنها. إذا نتجاوز لسيد سيد المختار. سيد المختار سيدي أنت أين أنتم من هذه الزاوية؟ هل عندكم تعليق يتفق أو يختلف مع ما ذهب إليه سعادة النقيب الأستاذ فضيلي؟ أنا أولا أرغب بأخي العزيز فضيلي أن يكون نقيبا، بالتالي لا أريد أن أتقل، لأن النقيب هو يعني في القانون الفرنسي يعني معنى باتوني، معنى الباتون ده نفك، بينما من يصدر عنه هذا الكلام من لا ولد نقيبنا له من ناحية الاحترام، من ناحية احترام فقط كعميد جزاك الله خير، عميد رئيس فعلا رئيس عميد صحيح صفة رئيس. الخطأ مني أنا، الخطأ أعترف. لا ليس خطأ، هذا فقط أنا أردت إنكاتهم وإياكم حسنة وبطار جزاكم الله خيرا تقدير له ويستحق، لكن أنا فقط هذا إفادة أردت أن أنبه إلى أن أنا بعض الحالات واحد يسوني أنت ما ترشح اللباتوني سني سبتي فيه أنا راجلين موت مسلم مولانا وراجلين قابض الأخبار من باتوني
ولا باتون دانيفيك. على كل حال لا تعليق لي على ما قاله الاخ الفاضل الفضيلي، فقط اعمق انه بي منطق هو القانون يقوم على الشده مع الاقوياء والرحمه مع الضعفاء. الشريعه تقوم على هذا، عمر علمنا هذا، حتى لا يطمع الشريفون في حيفك ولا ييأس ضعيفون من عدلك. والفرنسيين رؤيه القانون الجنائي نفس الشيء، لابد ان تكون العداله الجنائيه صارمه حاسمه غليظه مع الاقوياء، وان تكون ضعيفه مع الضعفاء. ولهذا الجريمه التي يرتكبها موظف عمومي هنالك خيانه، هنالك ظرف تشديد. اذا كان مصري فيه العقوبه 5 سنوات تتحول الى 10 سنوات. اذا كان رئيس نقول انها خيانه عظمى. بينما الجريمه التي يرتكبها موظف ليس رئيس نسميها الخيانه فقط. اذا صيغه محمد بن عبد العزيز كرئيس تجعل لا مبرر للبحث عن تخفيف او معاملته معامله استثنائيه. والدليل على ذلك انه حتى في القانون الموضوعي، القانون الجنائي الاسمى، الماده 93 تتشوف لمسؤوليه الرئيس، لان تدمير الرئيس اخطر من تدمير الوزير. الوزير قد يفسد ويحدث ضررا في قطاع، بينما الرئيس جميع القطاعات تتبع له. ومثالثا والعبد العزيز، انا اتذكر شخصيا عندي رحم رجل قريب من كنت كان نفس هذه ليزابارتمون اللي فيهم برك حالهم العبد العزيز كان دايروا فيهم. الرجل صاحب الوقات اللي ب 1 مليون درهم، واللي لين طرسوا القضاء في نواليبو اصدر هو تعليمات في الخارج على انه لا اهميه القضاء وان القضاء لا قائل يقول به، وظل الرقادي محتجز خارج القانون. تذكروا قضيه ولو مخطير؟ ولو مخطير قال هو ان قضاءه برأه ومع ذلك ابقاه محتجزا. طبعا لا اطالب الرئيس الغزواني ان يتتلمذ على ولي عبد العزيز، ولا ان يطفف على الناس في الكيل ولا في الوزن، ولا ان يسلبهم دينهم، ولا ان يغمطهم حقوقهم. لكن ايضا اقول للمتباكين على هذه الحالات، لقد نسيتم الامس، والامس مهم في معرفه الحاضر والغد. ثم ثالثا نحن كمسلمين الله تعالى يقول ولكل درجات مما عملوا. ثم هنالك عبارات يستخدمها الاخ فضيلي، اهل المروءه في الدين يفهمونها. انت ما دمت لصيقا بالحياه، انت لا تريد الخلو ودلالتها، لحد ما يترى الله القاهر فوق عباده سيرسل لك رسائل في الدنيا. كما آذيت الآخر في دينه في عرضه في رزقه في عيشه، الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سيذيقك قبل أن تقف أمامه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت. يعني هذا الظلم الذي مارسته قبل أن يقال لك وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم، ستتجرأ بعض كاساته وعليك أن تصبر. وطبعا الخلوة أولى بك كما أشار المتصل. نبتعد عن تلك المشكلة في تلك المفاهيم إعلاميا أنها المشكلة في هذه. عارف قبل أن سيد العميد. نعم تفضل سيد العميد، فقط الابتعاد عن هذه المفاهيم لأن إعلاميا تفهم أن نوع من الأرشاد الديني، ونحن نريد أن نبقى مع المختصين في إطار القانون نفهمها ونقدرها كجوانب قانونية وكجوانب دينية و كروحانيات وكاستيفاء لله وارتقاء، نفهم ذلك جدا الصفاء الى ما هنالك والنقاء، ولكن فقط بعيدا عن ذلك لنبقى اعلاميين متخصصين في اطار القانون. اذا كانت عندكم اضافه سيد الرئيس تكمل. انا اكمل اخي وعزيزي ببيت من الشاعر خليل جبران خليل، شو يقول فيه؟ يقول سارق الزهري محتقر وذليل، وسارق الحقل لهو الحقل لهو الباسل البطل. واضح لك؟ ثم شهادة لا بد أن أقولها، هو سأل وطلب الله جزاه الله خيرا أن يكون غزواني. لا يا أخي سيد المختار كما تعرفني أقول لك شتان ما بين الرجلين، واحد متمسك بالعدل والإنصاف، وأنا كنت أعمل معه كمستشار قانوني 13 سنة معاه، ما قبلت له أنه يغلط أولا،
ولا قطيت جبت له استشاره ما قراها وصادق عليها، لين يعرف ان الود وهذا قبيل تخطيناه لا يستشار الا الشخص الودود، انسان يبقيك حقا وهو يلا ويلا يلقاه يبتعد عن الناس اللي تدور في غلطتك، لا ولكن الشخص الودود اللي يبقيك ويبقي لك الخير هو يلا تستشار. اذا لا تخشى، وما كي قلت لك ما هم متشاكلين، صحبتهم صحبه اضطراريه جاءت عرضيه قرايه والانقلابات، يا اخي الشتانه ما بينهما عندك واضح. وانا قلت وكتبت للرئيس بن فم قاعده اصوليه تقول ومن لم يكن في الله خلته وخليله منه على خطر، بوصف انا وش من الاخوت عدى انك ساعه هذا الملح اللي قال له عاد درك تغيير الحزب وذاك الشيء هاي عدت هون في منزلي وقع ما هي موافقته، ما هي موافقته معناه انك لا تشك دقيقه واحده ان محمد الشيخ وزاني لا يلا ما لقاه والله لا يقبلوا يلا، والشهاده شيء قضيتها الصوفي هذا لا تخشى ذلك، هو من طينتك انت وطينتي انا، احنا عندنا شيء خاص به. سنفتح ملف حقوق الانسان بعد قليل اخر جزئيه ونفتح ملف حقوق الانسان بعد كريم اذنكم جميعا. سؤالي الان الجديد هو في الهيئه الوطنيه للمحامين شهدت هناك بعض الازمات المهنيه تاره في هذا المجال، ما الذي يحدث في هيئه المحامين؟ رفضت شاب خريج من الخارج مبرز في فرنسا إلى ما هنالك، ما الذي يحدث تمام؟ لماذا لا يتفق جميع بطريقة أخرى؟ لماذا لا يكون هناك إجماع من كافة المحامين الموريتانيين والأساتذة الجامعيين على في إطار مهني أخلاقي في هذه الهيئة يدفع بها إلى الأمام لتسهيل التقاضي وصيانة حقوق الإنسان، وبعدها نفتح مباشرة ملف حقوق الإنسان. أبدأ معكم السيد سيدي المختار بهذه الجزئية لأن السيد فاضل كان يتحدث قبلكم. أشكرك طبعا على الحديث عن الشخص الذي تم اعتماده منذ أسبوعين، هو دكتور في جامعة الصربون وهو أول موريتاني حاصل على شهادة الكفاءة الممارس مهنة المحاماة من لبارو دو باري، ومع ذلك الهيئة لا تعترف به وتريده أن يستفيد منه الفرنسيون، بينما نحن لدينا محامين. واحد يقول لك أنه أستاذ قانون خاص لكن لم يسمعوا إذا نحن حتى الآن نحتاج إلى كفاءة، الكفاءات ناقصة. لكن هذا الشاب، وعلى كل حال الحمد لله أني شخصيا لم أخرج من المحاماة إلا بعد أن دخل هذا الشاب، وحتى قبله حينما الدكتور علي فال، وطبعا هو عام شاب معروف من أقدم الأساتذة في الجامعة ومن قدماء الجامعات الفرنسية، حينما أراد أيضا الدخول في المحاماة لم يرحب به الدكتور يزيد واليزيد عمر. إذن هيئة المحاماة مشكلة حقيقية، إما أن يكون مستواك متواضع جدا أو أن تتنازل عن قيمك أو ذق تماما، إما أن تنزع لباس التقوى لباس القانون، وإلا ستكون في الصراع. ولهذا هيئة المحامين في موريتانيا هي هيئة خارج القانون، يكفي أن لا تعترف بالحكومة، لم تعترف هيئة المحامين في موريتانيا بالحكومة يوم من الأيام. وأتحدى أي قانوني يستطيع أن يناقش مسألتين، أولا أن عدم الاعتراف بالحكومة من خلال نشر النظام الداخلي للهيئة المهنية شرط من شروط الاعتراف للهيئة بالشخصية القانونية، هذا يدرس في الجامعات، هذا اجتهاد المجلس الدستوري. هيئة المحامين لم تعترف يوما بالحكومة الموريتانية، رغم أن يمين المحامي أن يحترم الحكومة ويحترم السلطات وأن يكون كفءا في القانون ونزيها فيه. ونحن كنا قبل قليل نتحدث عن تعامل دفاع والشد ومعناها دفاع والعبد العزيز معه، وهو طبعا مثال على الإخلال باليمين. ثانيا لو 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 شو لدينا فرنسا، فرنسا الأنظمة الداخلية لجميع الهيئات تشترك في الهيئة الرسمية، صادق عليها. في حلقتكم البارح سمعت النقيب يتكلم عن قواعد أخلاقية وضعناها في النظام الداخلي، يا أخي القواعد هذه إذا لم تمر بالحكومة وتصادق عليها لا يمكن، لا تسمى قواعد قانونية.
كل قاعدة قانونية إما أن تكتسي طابع تنظيمي أو طابع تشريع. هيئة المحامي ليس لها سلطة التنظيم، سلطة التنظيم للرئيس. إذن الأنظمة الداخلية لهيئة المحامين يجب أن تمر بوزير العدل والحكومة ثم بعد ذلك تتم إعادة رسمية. إذن هي هيئة لا تعترف بحكومة البلد التي هي فيه، هي تفرض على محاميها أن ينقضوا الأيمان. والله تعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ثالثا هي هيئة تفرض على المحامي أن يكون قنا، أن لا تكون له حقوق أساسية. ثم ثالثا هي هيئة تفرض على 80% من الشعب الموريتاني أن يكونوا مستضعفين مي أن إسكلافاج، وأن يكونوا بلا حقوق أساسية، وأن يكونوا بلا شرف. هي هيئة خطر، خطر على الرؤية التي لموريتانيا، وخطر على سمعة الحكومة الموريتانية. وهي حتى تمارس في بعض الحالات، قبل أشهر هيئة المحامين تراسل، استصدرت بيان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من منظمات الشباب، من بعض المنظمات، لإدانة موريتانيا بأن حكومتها، حكومة الموريتانية، مرتكبة لجرائم ضد الإنسانية. لماذا؟ لأن النيابة في الطنطان استمعت إلى محامي، بينما والبت استمع له والشد استمع له، بعض المحامين خرجوا من السجن في إطار تبييض الأموال. لماذا لم يقل في فترة معاوية ولا في ولي عبد العزيز أن 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 الحكام ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية؟ بينما اليوم نقول وبإفادات ببيانات مستصدرة من منظمات دولية إن ولي الغزواني وحكومته ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية فقط لأن النيابة في الحوض الغربي استمعت إلى محامي قال موكله إنه ما صنع فيديو يقول إن الإدارة العامة للأمن مرتشية وإنهم أخذوا. وطبعا هذا الملف تكلموا فيه، أنا هو المتعهد فيه وأعرفه كما أعرف والدي. إذا كانت الهيئة تتهم الدولة على هذا النحو بمختلف الجرائم، وطبعا حتى تذكرون النقيب على فرانس فنتكن ماذا يقول؟ يقول إن القانون الموريتاني لا يسمح بالمحاكمة العلنية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بالنسبة للقانونيين خاصة على فرانس فنتكن، وطبعا لك دورسي يعرف هذا لأنه في قانونيين. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الحكومة الموريتانية تحرم الموريتانيين من الحقوق الأساسية، من حقهم في المحاكمة العلنية، كما تفعل هيئة المحامين في قوانينها لا تسمح أبدا بالمحاكمة العلنية. أنا كنت قبل أيام أقول لهم أتحداكم أن تلبسوا لباس الرجولة والعزة والفخر وتقبلوا محاكمة علنية. إذا قبلتم محاكمة علنية انتهي من موريتانيا نهائيا، أعطيكم حتى إن شئتم ما يسمح القانون به، أخرج نهائيا من موريتانيا. لكن لا يشرؤون، لأن القانون المحاماة كاتب أن خالق لا سرية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الإثم ما حكى في النفس وكرهته يطلع عليه الناس، لكن القوم يقولون نحن أوفياء للسرية والسرية هي عدم القانون. إذا كان نقيب المحامين على فرانس فنتكت هو متعهد الخزينة العامة ومع ذلك يقول إن حكومة بلدي ترتكب الجرائم ضد الإنسانية وأنها محامية، هذا ليس طبيعي. معناها المحامي الموريتاني في بعض الحالات يخالف القانون ليس عن سوء نية، وإنما فقط لأنه لديه مشكلة في تكوين القانون، لا يعرف القانون. ما كل محامي موريتاني، طبعا هناك محامين كفاءات. أنت لديك الآن فضيلي تكوين مزدوج، يعرف شريعة محمد علي صالح، يعرف شريعة الجمهورية، هناك لو قرمو ميلع، هناك محامين أكفاء. لكن أيضا نحن ابتلينا ببعض النقباء تارة تستغرب، هل هذا النقيب من أين تخرج؟ كيف حصل؟ رأيك سمعت قضية الجامعة النقيب قدم استشارة لجامعة نواكشوط كي تعطيه خصوصيات أستاذ جامعي، وهذا لا يسمح به القانون يا أخي. كيف نتحدث عن سجن انفرادي لولي عبد العزيز الذي أهلك الحرث والنسل ولا يؤذينا أن أستاذ قانون خاص تجله الجامعات الفرنسية والتونسية وأحد المدافعين المشاهدين بالقرآن الكريم، ومع ذلك فقط لأنه اللي قدم استشارة للجامعة ومع ذلك تنتهك خصوصيات. المشكلة أن الحكومة الموريتانية نفسها معذبة مالترتي. الحكومة الموريتانية تقدم الاستشارات قانونية مغلوطة. تصور للآن فضيلي وبعض الجيل معه تقاعدوا، الآن فضيلي متقاعد وحتى عامل السن، ماذا سنفعل في المستقبل؟ الاستشارة القانونية خطر اليوم على موريتانيا. وهون يمكن أن نعطيك ملاحظة، فرنسا حمت نفسها من الخطر القانوني منذ 1791، بينما لم تحمي نفسها من الخطر النووي إلا في الأربعينات بعد تسليم الجزائر، بينما نحن إلى حد الساعة لم نحمي نفسنا من الخطر القانوني. فرنسا حمت نفسها من خلال مجلس الدولة الفرنسي،
فيه مجلس دولة لا يسمح مطلقا أن يصدر قانون إلى البرلمان الموافقة الإيجابية لمجلس الدولة، وهذا المجلس فيه كفاءة قانونية، بينما نحن بالعكس كل البارح النقيب لا يميز بين الهيئة والنقابة، ومع ذلك هو يحرص على أن الدكتور الخريج من فرنسا والمحمد صالح لن يكون محاميا، يزيد واليزيد لن يكون محاميا، سيد المختار يجب أن نخرجه من المصلحة في أن تكون موريتانيا خلو صفر الوفاض من الكفاءات، ماذا يعني هذا؟ وإذا استغربت أيضا أن هيئة المحامين تماما كلجنة حقوق الإنسان هي هيئات استرقاقية لأن تمارس الاسترقاق، لكن لو سألتهم ما معنى الاسترقاق في القانون ستلاحظون لديهم مشكل. نحن لدينا قانون، وهنا يجب أن نميز بين الدولة الموريتانية وبين هيئة المحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الحكومة الموريتانية حتى في عهد ولد عبد العزيز شكرا جاد في مكافحة الاسترقاق، والآن أيضا جاد، لكن الحكومة ضحية لبعض المستشارين القانونيين. شكرا. ماذا يعني القن في تعريف القانون؟ الشخص الذي ليس له حق في التقاضي يعتبر عبد، يعتبر عبد. هاي المادة 3 من قانون مكافحة الاسترقاق، كل شخص محروم من الشهادة أو من الحق في التقاضي يعتبر عبدا، جميع المحامين الموريتانيين يعتبرون عبيدا. لماذا؟ لأنه ليس لهم الحق في التقاضي. اتضحت الفكرة، سأتوجه إلى السيد العميد فاضلي الرئيس. سيد فاضلي، طرح الأستاذ سيد المختار كثير من الإشكاليات، لماذا الآن هناك هذه التجاذبات في الهيئة الوطنية لدرجة أن البعض كالأستاذ يصفها بأنها خارج القانون ولا تعترف بالحكومة وليست لها سلطة التنظيم وضد الحقوق وهي خطر على سمعة البلاد، إلى ما هنالك من مشاكل معرفة القانون والاستشارة القانونية وأهمية الحماية من الخطر القانوني. أين أنتم من مختلف هذه الاتهامات أو القراءات القانونية من زاويتكم العميد فضل الرئيس؟ شوف أخي الكريم، أنا المحاماة فأنا أدخل قاع راسي، أنا كنت قاضي وتقاعدت ومن كيف أني تبدأ تقبض حقيقة، أنا شخصيا محامي يقال يفوت رياس المرادة، تتشوف محامي يقبض نص مادة يستشهد بها وخلي نص الثاني، منطقي أنا منطق قاضي وهما منطقهم قاعد لا قابلين فهم أصلا قام عجماع اللي أنا معه، أنا ندور الحق والقاضي تعرف التكوين له إنه محفو عن الحقيقة، مثل تلميذي في المدرسة إذن بلاد ماني طالع عليهم، أتعامل مع أحد وأشخاص أجد أنهم محترمين، يقول ماني داخل لا شجبا ولا دفاعا كما قلت البارح بهذا السجن، وأرجو من الله العلي القدير أن يحفظنا جميعا وأن نتفاهم وأن نحكم العقل بيننا والصواب، ولأني رادع لهذه المسألة وراك اللي خدته فيها ما تعنيني مثلا نتجاوزها. أفتح لكم ملف قضية حقوق الإنسان وتتابعون حتى نتوجه إلى الأستاذ لأنه كان يتحدث، ما هي أبرز الآن العميدة السيد فضل الرئيس، ما هي أبرز ملفات حقوق الإنسان في موريتانيا التي يجب أن تعالج فورا وبعدالة وبشفافية؟ أنا شايف مشكلة، أنا شايف مشكلة، أنا ماني مطلع حتى على الأمور، عاجبنا لا قضية الصفيها وظاهر لي أنا بعد أن تم التحكم فيها في البداية إلى وصلت نتيجة، لكن في اتهامات خطيرة، في اتهامات خطيرة على هذه ذكر هذه النقطة تماما أذرت من أقل من ثانية أعود لكم. شوف أنا عارف نعم اتهامات خطيرة اسمح بعد إذنكم، الاتهامات الخطيرة في هذه الموضوع الذي ذكرتم الآن حسب دفاع المرحوم الصوفي أنه تم تكييف القضية من الاقتيال إلى العمد، إلى القتل العمد، وأنه أيضا بعض المتهمين يشيرون إلى أوامر عريا وحيتان كبيرة قد تضر بالعدالة، هل سيطال الجميع التحقيق وهل العدالة ستصل إلى الجميع مهما كانت أماكنهم العليا كما يشير إليه المتهمون، أما أنها ستتوقف كلما تطاول التحقيق إلى أماكن عليا كما يصفها بعض المتهمين في هذه الزاوية؟ شوف
الترهات والمراد والكذب والفيسبوكسات. أنا ماني من أهم التحقيق مسار وقضائي واضح، ولا يقص قاضي التحقيق، وجاء الوكيل الجمهورية ويدور يبقى واضح، ولأن عجال إنسان سليم ما يقبل هاي الموجات اللي مريتها ريتها ما يخلق السبة. قلت لك قلت الناس قلت لك إن هنا هذا ما تخلق ما تخلق قلت لك عياط ولا شيء سوى شنو. هذا البلد فيه أيادي خفية تختار تفكه ولا تخلي يختار قائد. أنا هذا الملف مطلع عليه، شو قضية هاو الزنوج المتطرفين ما فيه ملقى ما نعرف، ودراسته كامل، وهم وأيادي ثانية خارجية قاعد نحن يدوروا ذو البيضان وذو الكور ما يتعيش. وأنا كي قلت لك خبير في أممية ينقال هذا الشرط للكوميتي بول إليمناسيون دي راسيزم دان لو موند، ويوميا اسمع له ونتعامل مع دي زو ان جي ويشكو من الدول ونحقه. هذا ان موفمون، هذا نبتو مونديال ينقالوا لهم موفمون دي زو ان جي، يا غير الدول اللي ما سرقش ما هو خايف. الجرائم البسيطه تسيس وتؤول تاويلات، هو ملف عند القضاء وجا الوقت ما يلقى يقول فيش ثاني، تتهم ماده ثاني زي اللي الشارع عليه سمعته، يقول انا ماني داخل في ذيك الامور، انا ندور الحقيقه والحقيقه فقط، والحقيقه ما تجبر من الكذب واتهامات والادعاءات. البلد ساكنه سفينته ولا يتم لا ساكن، والمرجفين في الارض والاكاذيب وال ما يقولوا يبغوا يقولوا قا. انا قاعد كان مسموع لي ما يشد لقى اعمال اخبار، والله يا اخوي كان مسموع لي ما يشد لقى اخبار بيران ولا اخبار صنبجرلو ولا يلقاه ولا يشوف ولا يقعد معه، والله والله اذا كان به اللي هذا يدعو كان للتفرقه والخطاب العرقي وحابس من القانون والشرائحيه. انا اللي كنت مسؤول تجمع ولا لم سياسه يعرفوها القانون، هي البحث عن ما يصلح للمجتمع. احنا بحاجه لوحده وطنيه، احنا بحاجه للحمه وطنيه، احنا بحاجه ناخذ كاملين وكنا قدر الثاني ويبقين، ما نحتاج لهذه الاكاذيب والاراجيف اللي لا طائل وراها. هذا هو الهم اللي نقولها في القضيه. حقوق الانسان زاد يوم اللي رايلها كلمه تنقال ووراءها السمون وتخلق الاشاعات وحقوق الانسان. هو الانسان احنا مسالم ولا نعرف منا احد سيقبل قتل النفس وزاقها بغير حق. احنا عندنا صعيد عقدي نتحركوا على اساسه، ما لنا في الهواء كي قلت لك ليش هذه، من قتل يقتل، من ضرب يضرب، القصاص يلا هو اللي يعدل. عندك لا يصفقوا المجرمين كاتلين ارواح زاقين غير مدي بنفس الوتيره، ما لنا لا يسوقوا على مدى ثاني ولا الى نقبوا التيارات المرجفه. لكن ما احنا اهل اعتدال واهل الصدق واهل الامانه واهل الحقوق. والمحكمة عندها الملف والدور توضح يعود أبيض عندنا القضاء يقول كلمة ولا نمسيشين ولا يقدر قيسيش. هذا هو اللي اخترت نقول لكم، ما عندي مواد تسمع. أشكركم سيد العميد الرئيس على ما تفضلتم به. أتوجه إلى السيد الأستاذ سيد المختار، لماذا تسييس الجرائم البسيطة وأين هي الحقيقة في إطار التهم الخطيرة لدفاع المرحوم الصوفي؟ وهناك سموم حتى وراء قضايا حقوق الإنسان، ويجب أن نقتل من قتله. أنا أعلق فقط على على على, على محتوى بعض محتوى زميل الرئيس الأستاذ فاضل الفضيلي الرئيس. الآن فيها أمور استعجالية بالنسبة لحقوق الإنسان، إذا لم تغيرها موريتانيا قد تكون الحكومة الموريتانية نفسها في المستقبل عرضة للمسؤولية الجنائية، وهذا أقوله جهارا على مسؤوليتي، وطبعا أقوله من باب النصح، يجب علي أن أنصح. لكن الأمر للحكومة إن شاءت
تظل مستمعة لاستشارات أبو حبيني واللبتي وإن شاءت تغير، لكن يمكن أن تفرض على أبو حبيني أو اللبتي نقاش علني من خلال منبركم أو أي مكان آخر، وحينها سيستبين للناس السبيل. أنا قمت بدعوى أمام القضاء حتى لا يقول اللبتي أو أبو حبيني إن الحكومة الموريتانية هي الاسترقاق، هي التي تمارس الاسترقاق، لأني أعرف أن الحكومة لا مصلحة، حتى أبو عبد العزيز الذي ينقتني أعرف أنه لا مصلحة له في أن يكون المحامي الموريتاني رقيق. لكن من المسؤول عن هذا؟ هو المحامون أنفسهم، لأن في القانون ما يسمى بالبادئ لينيسياتور. قوانين المحاماة في موريتانيا لا يصنعها البرلمان ولا الحكومة، وإنما يصنعها اثنين أو ثلاثة أو أربعة من المحامين. هذا القانون استعبادي، يجب أن يغير، يجب أن يغير مراعاة لسمعتنا ومن باب الأمانة مع الرئيس. ثم ثالثا، يمكن الحكومة أن تطلب استشارة وأن تستنبئ هؤلاء المحامين عن ثلاث جرائم. هنالك جريمة تسمى الاسكلافاج في القانون الدولي الجنائي، وهنالك لا ميزان اسكلافاج، وهنالك لا تورتير. لو تطلب استشارة من شخص كفر سيقول لها إن القوانين الحالية في ميدان حقوق الإنسان تشكل أساسا للمسؤولية الجنائية الدولية، أقول للحكومة الموريتانية. وعلى الحكومة الموريتانية قبل أن يلحق بها ضرر، الخطأ وليس خطيئة، ضرر يزال أن تراجع هذا. الجانب الثاني، في جانب استعجال. للأسف من أجل سواد عيوني أربع محامين أو خمسة حرم أهل التيرس وأهل البراكنة وأهل الحوض الشرقي من حق أساسي يسمى لو دووا أن أفوكا، في حق يسمى الحق في المحامي. قانون المحاماة حرم جميع الموريتانيين من حق في المحامين إلا نواكشوط، وهذا مضر بالدولة، مضر بسمعتها وخطير. ثالثا، أنا شخصيا حينما تستعبد والدي كيف تتمنى أن أحترمك؟ وأنا أقرأ في القرآن أن الله تعالى لازم قام ملازمة بين الوالدين وبين الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال المحاماة يستعبد والدي، كيف لا أطالب به الغاية؟ ثم ثالثا، التعذيب الذي يمارس في المفوضيات وحتى في المحكمة العليا في فترة عبد العزيز تمارسه أيضا. على منبركم البارحة قال واللبتي إنني تقدمت بشكاية ضد هيئة المحافظة للوطن، وأنه على ذلك الأساس قدم لي استفسار. هذا يسميها القانون الجنائي أرسل ما سكسيال، أرسل ما كريمينال، معناها أنت، وهذا يسمى تهديد شانتاج، هذا نوع من أنواع التعذيب، لأنك شخص تهدده ليتنازل عن حق له. أنا يحق لي أن ألجأ إلى القضاء. اليوم هيئة المحامين تمنع الخطوط التونسية من اللجوء إلى القضاء، لماذا؟ تمنعني شخصيا محمد ولد الشدو ومحمد الأمين ولد أحمد المرابط حصل على 800 مليون من عقد دولي أنتجته شخصيا، أول عقد دولي في إفريقيا بشهادة ياتا وفي زبل. لا يمكنني أن أستنصر بجهة ولا بقبيلة ولا بالمسلمين، الحل الوحيد هو القضاء. لكن للأسف قانون المحاماة الاستعبادي أدرج نص يقول إن نقيب المحامين له سلطات ليست للرئيس المنتخب من الشعب وليست للبرلمان، يحق له أن يصد باب القضاء أمام جميع المتقاضي. ولهذا الآن أمامك ضحايا الشيخ الرضا محرومين من حق التقاضي، أمامك الخطوط التونسية محرومة، أمامك حتى سيد المختار محروم من حق التقاضي. إذن هنالك أمور استعجالية على الحكومة. هذه حلقه اخرى، حلقه اخرى سيدي، نبتعد هذا لان اصبحنا في نهايه هذه بخلاصه في اقل من 30 ثانيه. نعم، بكل صوره قضيه هذا الملف، ملف الصوفي رحمه الله عليه، انا شخصيا متعهد فيه. المحامي الذي تحدث لم يراعي القواعد الادبيه للمحاماه، ولم يراعي القانون، ولم يراعي الاتفاق الذي اتفقنا عليه في محكمه ولايه المكروت الشماليه. أنا أكثر تخصص في المادة الجنائية من المحامي الذي يتحدث، تعاهدنا وكان ممثل الأسرة يدعوهم بلسان صدق يقول لهم لا مصلحة لنا في أن نورطوا شخصا لا علاقة له بالموضوع. نحن لا نريد ظلم أحد ولسنا ساسع. لكن للأسف تفاجأت بحديث الزميل الذي يتحدث أن هنالك أوامر عليا وهنالك كذا، والحقيقة أني كنت في الملف والله لم أسمع عن أمر من أوامر العليا ولم أقرأه. ثم ثالثا، القضية أمام التحقيق، القانون الجنائي لا يسمح بالحديث عنها، لا يسمح بالحديث عنها، وبالتالي فليعذرني الزملاء. هنالك قانون، إذا خالف المحامي القانون هو أصبح مجرما.
القضايا خاصة الجنايات فيها تعذيب، هذه ما دامت أمام قاضي التحقيق لا يمكن الحديث فيها. إذا نتوقف عن الحديث عنها ونبدأ سؤالا جديدا للاستفادة من خبراتكم في هذا الإطار قبل أن ننهي الحلقة. ما هي أفضل المقترحات الآن لتسريع وتيرة عملية التقاضي وتبسيطها، والأهم تنفيذ مختلف الأحكام القضائية الماضية والحالية بسرعة وإنصاف وبشفافية وعدالة، خاصة أن هناك الكثير من الملفات الصامتة المدرجة في الأدراج وتحت الغبار إلى ما هنالك، وأنتم أهل مكة أدرى بشعابها. سيادة العميد، خاصة أنتم في القضاء أيضا، هذه الملفات المعطلة التي لم تنفذ لماذا وماذا تنتظر؟ الأستاذ فضيل الرئيس. ماني عالم بها، أنا قلت لك بردتي مع المحاماة، ماني عالم ملف معطل. لا 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 لا، ليست هذه المشكلة، مشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية عموما، وأنتم كنتم في القضاء، هناك ملفات كبيرة في القضاء حكم فيها مراحل معينة وحتى مراحل نهائية ولم يتم تنفيذها بغض النظر عما هي في حقوق الإنسان وغيره. نعم اسمع، نعم أنا أقول لك، هو قناعتي، أنا كنت مستشار قانوني في عدة بلدان، وتجيني أحكام ملزمة يقير جائرة في جميع النواحي. القضاء الموريتاني فيه واحدين يعدلوا شيء قدرين تسمعوا مراصة، لين تجي تقول للوزير ولا تقول للمسؤول هذا حكم نهائيا على صبغة الشيء المقضي، ولا تقدر تصعيك متخرصة يقول لك والله ما لي خلاص، لذي أنا أعرف الحقيقة عن هذا. إذا استقام القضاء شكلا ومضمونا دور الأمور كاملة تمشي على ما هي. أنا معدل بأن حل إشكالية القضاء تقع للقضاة، ما هي المحامين ولا هي الأطراف، لين نجبروا قاضيين والله مستقيمين حقا ويحكموا أحكام ما يقدر قاعد يشقر في شيء وصادقة دور تنفذ أكله. اسمع، هذا بسيط، تكوين القضاة، انتقاءهم من حيث يعود عندهم خارجية دينية وأخلاقية. هو أستاذ كريم لا صحبة أبدا بنافعة حتى يصح الدين والخلق، الدين هو رأس كل صلاح. القضاة لين يعود معهم مستقيمين لا يفسد دور. وأنا عندي طرق في وزارة الدفاع، عندي ياس ملفات استحي أن أنظر إليه، هو يلا ينفذ، معناه العيوب. ولا كل حال احنا ان شاء الله راجعين عند مانا يستهدينا على الطريقه اللي نقدر نصلحوا بها اذا كان، ولكن اللي شغلوا المحامين حق الاحكام يا ياسر انها ما ينفذ اللي في طحون صاحب القانون يقع ما تحكم عن تنفيذ، غير هاي ظاهره انبته الاحكام سيئه تماما، سيئه تماما بالنظر للقاضي الباحث، ونعرف قاعد الاطراف شنو هم ياس من الاختلالات الوظيفية في العدالة، وهذا دفطني الصبح يقولني عيبتهم ورأي لك ملي حقيقة الأمران مقصود قاع محكمة العليا كان يشعر قطع عدالة إدارية ويعينوا لها الواقي ما يعرفوا قاع يطوع 10 سنوات ما هم فاهمين ذي الواقي. إحنا مالنا القضاء والشرطة يلا يندار عليهم أكبر قضاة واستقم، الشرطة يلا يندال عليها الشيخ مدي مضبوط من البوليس بيلي أسلك. أنا أقول لك بأن السلك دي عليها لا صح، أنا قال المتمرس يعرف القضاة كامل ياك يعطيك أخبار وياك يحاقهم لك وياك مدي يسمه لين يجي واحد باراشيتي يعطي 10 سنوات قاع ما هو فاهم كامل القضاة عبارات معناها الشيء من الاستقرار والاتجاه والمسائل الموضوعية اللي تحل مشاكل القضاء بدراسة متأنية
بعيدة عن السفسطيات اللي تطرح فيه. أرجو من الله أنه يسدد خطى أخي محمد الشيخ القسطاني إلى فهم هذه الإشكالات وإجراء الإصلاحات اللي ما حاكوا عنها. لا إلى عاد بعد عجز للمسؤولين المكلفين دلوقتي وبعد ليته صادقة فيه. شكرا شكرا، اشكركم. اتوجه الى السيد الاستاذ سيد مختار. سيد مختار، كيف نفهم او يتم فهم احكام ملزمه وجائره وسيئه في ان واحد، والاتجاه نحو القضايا الموضوعيه واجراء الاصلاحات؟ هذا الحقيقه انا بالنسبه لي الدوله لا يقبل منها ان تقول ان هذه احكام جائره، لان هذا خطا من الدوله. أنت ما سلطت هؤلاء القضاة أو المحامين أو كتاب الضبط ليكونوا وسائل لهضم الحقوق. هذا كل شخص يمكن أن يحتج به إلا الدولة، لأن الدولة هذا مسؤولية المتبوع عن فعل التابع. الدولة هي من اختارت، شخص مسؤول عن اختياره. لا يمكن للرجل أن يختار زوجته ثم بعد ذلك يقول أنا تتحمل هي وحدها المسؤولية. أنت من اخترتها؟ السائل العامل حينما تختار عامل يجب أن تتحمل المسؤولية، حينما تكون لك بقرة. من لو ان ما فعله التو الدوله هي كان فعلا كانت هذه الاحكام على درجه من الجور والسوء، فان الاشخاص الذين اصدروا تلك الاحكام الدوله هي التي استجلبتهم. لا يمكنها ان تقول لن انفذ، هذا مستحيل. هذا اذا كان القضاء هو هذا معناه كما قال عمر بن الخطاب، قضاء لا ينفع، لانه لا ينفع التكلم بحق الله نفاذ له. او كما يقول حتى الفرنسيون il y a le principe de l'effectivité de droit. هو حق، هو انا لا نحكم لك حكم يا غير ما هو منفذ. يا عمليه تحايل على المواطن، يجي المحامي يعطيه وقيه وفوت 20 سنه يحلب ويدمروا اللي هو زاد، وفي النهايه يعطيه القاضي حكم يقلل الحكم. اشبه من عود شقل جدول قبيل وما قاعد ضايقهم. ما انا هذه كارثه مو خلق ما في موريتانيا للاسف. يا غير قاع انا الدوله اللي نجيها حكم جائر يلا تعدى الطعن الجوزي لياك بعد قاعد يكون قضاة الجائرين يعاقبوا، لا تلاو يعدلوا عقبه يقال تنفذ الحكم يقال لكن الحق بهم الضرر تقضوا من القضاة والمحامين اللي مسؤولين عنها. يقال احنا هامنا ان نعود عندنا قضاء القضاة فيه حصن ما يسألون والمحامين حصانته مطرقة ولا يسول، لا ولا عبد العزيز هو اللي حصانته نسبية. هذا مو مقنع. انا شخصيا عكس اللي قال لكم البارحة النقيب، اول نزاع بيني معاه هم يقول ان رئيس المحكمه التجاريه انه لا يسالوا جنائيا ولا بدنيا، وقلت له يا اخوي ها ما هو نعرف انا في القران لا يسالوا عما يفعلوا الا الله تبارك وتعالى. ولقى اندري تانكم واللي ولا فيليب لوتورنو اللي هم اهل قانون المسؤوليه واطين على الحرب ان القاضي لا كيف الناس كامل يسال جنائيا ويسال مدنيا. كيفاش نقولوا القضاة ما عرفش دايرينهم في السمع ما لا يسالون والمحامين لا يسالون حتى اذا واحد منهم سرق والله رضى. يا اخي اصلا نقول لك حكم جائر، ميسي نورمال انه يعود جائر. معناها عملية التقاضي نعود ما فيها تنفيذ، عملية التحايل وتوب تعدلها هو اللي الدولة تعدلها عن طريق القضاء، تعدلها عن طريق الحكومة وتعدلها، راني نقول عن طريق القضاء، عن طريق رجال القضاء اسمه محامين واسمه قضاة. هذه المشكلة بس هي طريقة تعود وراها إرادة سياسية. ولين يجبروا فنيين في القانون. كل قاضي يا خويا إذا عدلت حكم صالح زين وظيفتك، عدلت حكم خاسر. يوني لا يتابعوك أنت لكن الناس كاملة. يا قانون ما هو القاضي واحد، القاضي الموريتاني ابتلاه الله. بشمل المحامي ظاهر اللي هو ان المحامي عنده الحق يستخدم ديسك روكوري او جيجما كي مثلا يعود يجيب وثائق مزوره ويعود باطل يدافع عن الكذب بالباطل ويعود يعطي المولي المحامي القاضي استشاره قانونيه مغلوطه. هو راه والكم القاضي الاول تنقال للمحامي اللي نعود القاضي الاول اللي هو المحامي ما لنا عارفين له شيء بس من حال يصلح القضاء. قضايا الخطا لا بد له من العلم، لا بد من الحكمه. وتلك حجتنا اتينا ابراهيم ومهي نرفع درجات من نشاء وان ربك حكيم عليم. انا شخصيا اتوقع بي اللي سمعت خطاب والغسواني، وطبعا هي مده يحكم رئيس مثقف ومع ذلك وسمحوا لي راني والغسواني ما قلتش شفته وراني ما لا بد لي من التعيين ولا ندوره بدل ما ندوره يقهر مولي ما انا خايف ولا نطام ولا علمني بيوم ولا ما قلت سمعت موريتاني حاكم رئيس مثقف مع انه رتب سابقوا الغسواني يقهر هذا المستوى الذهني مية الله يستتبع أن العدالة تعود صالحة وبالتالي ما تعود أحكامها مكتوب فيها على المسومة ويدي بوسها تشبه من دواعي ولا بلا معنى.
ان الزوايا يفترض فيهم الصحه لما عرف عنهم من تحاشي الحرم، هو قاضي في المحكمه العليا مقتنع ان الزاوي مختلف عن العربي عن الحرطه، ده مو طبيعي. دول من يلا الدوله تعدد اللي قالوا له ركور كره يده، وتعاقب المحامين على المغلوط، وتعاقب القضاه لياك العداله تصلح. ما ذاك رانا خلينا امريكا لا بد من المستثمرين ولا بد من قضاء. اللي عنده قضاء حالته نبته كارثه. معناها القضاء انا عندي ذول الايام اللي عدوا النهارات فكره جيده. وبالنسبه لوزير العدل الحالي حق ما هو من اهل العداله، ما هو من القانون، يا غير بعد فهم القوه، ما هو ضعيف، فهم هم اللي الوايلين يفهمها وتعود يوضح لي يمشي معاها فعلا. كيف شارع فضيلي هم مرات يعينوا عليها شاعر، مرات يعينوا ان بانكي، مرات على المحكمه العليا ضرك عليها استاذ قانون خاص استاذ جامعي، الين ينفرض لها ترانسبرانس ويخلق نقاش علني تصحح الامور، الين يعود خلق الله السريه والسريه. قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان طريق الاثم واهلنا اعوذ بالله لا تسواد وجوه في الدنيا ويوم الدين لهم اللي تبيض وجوه وتسود وجوه به اللي ظلمت فيه. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. انت شوف قضيه هذا الشهيد ولا الصوفي، اياك عارف انه لولا تدخل غزواني لا لاين قال له كيف قال لك ساعه قضيه زيني والخليفه ما تورد لنا. يقول طيب دخل والغزواني ما قد يدخل في كل شيء. معناها لا بد ان نصلحوا القضاء ونتكلموا فيه. وظاهر لي قناتكم انتم هذا عندها دور اساسي بين لاول مره. انا شخصيا اول مره نشوف نقاش بين قانونيين، هذا قاضي متمرس تكوينه مزدوج تجربته واسعه، من يلا نستفادوا منه سابق ان شاء الله بعد عمر طويل يمشي عنا. بالنسبه لي انا مدرسه ثانيه، هذا نقاش ما يخسر شيء. هو مولانا يقول ان هذا هدي القران وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث يحكم بعضهم على حكم الاخر. لماذا نتخومه عن داوود وسليمان وهم واحنا نقول انهم مسلمين؟ معناها يلفوا لا ترانسبرنس، لا ترانسبرنس لا بد منها. بالاحرى احنا عضو في اتفاقيه مكافحه الفساد، لماذا نفرض الشفافيه على الرؤساء والوزراء ونقول للمحامين رانا او القضاة رانا عاجينكم منها؟ ولهذا افرضوا على النقباء يناقشوا اي طول والمحبين هون نقعدوا وفضيل يناقشوا، والله ناقشوا هذه قضيه في السقاق ودور تشوف ذاك، والله ناقشوا من منه يشحد عن رئيس الجمهوريه. التقارير اللي مشي الرئيس الجمهوريه يعدل ذا اللي قال له لا ريتيسونس، المعلومات ما يقولها له كامله. وهذه كارثه. ايش لابد من الشفافيه؟ ما حدنا ما عندنا قابلين الشفافيه، هو حد يوكل في الليل. زي ما هو مبلوك ما هو متخوم، يبغى يوكل حمومه. لابد من الترانسبارون. هي الديمقراطيه شنو معناها؟ لدرو دي كونتردي. لابد من شيء واضح. قناتكم انتم هذه اللي يعدلوها في موريتانيا، وتموا يفرصوا على الناس تتكلم. وتقول لي واحد في شنو تقدم له؟ الله السريه دور تموري ثاني في عدو الغزواني، الله يفضل عدو عبد العزيز ويبين اللي ما تغير، تغير شخص فعلا عنده رئيس مثقف يتكلم ما يبقي الكذب يا قيري ابري. ما لا يتقدم شيء ما يفرض. تماما، اشكركم في هذه الجزئيه. والان بما انه ادركنا الوقت وتاخر عليكم الوقت ومقدرون وشاكرون لجهودكم ولتضحياتكم، اريد سؤال: ما هي انطباعاتكم كمختصين وكقانونيين عن هذه المناظرة القانونية العلمية الأولى من نوعها على أفرو ميديا؟ الكلمة لكم العميد الفاضلي الأستاذ فاضلي الرئيس. أشكر أخي سيد المختار على النضج والصدق والأدب ليتعامل معي بهم. في حقيقة تمثيل الأمر نحن لا نختلف إلا في جزيئات، متفقين على كل شيء حكم، وهذا يسرني. أشكر محطتكم الفاضلة لأنها استطاعت وفي أيام قصيرة أن تلفت انتباه شعب كامل لا يجد الحقيقة. الحقيقة لا توجد إلا إذا ما تباينت الآراء وخلقت حوارات دور تتبين الحقيقة. معناها مني شاكركم، حتى شاكر أخوي، وأرجو لكم الله التوفيق. الحمد لله احنا متفقون ما يمشي اكبر من قدر. هذا ملك عندي بحالة. على عكس ما كان يتصور
الكثير من الأخوة أننا سنصطدم، وإحنا ما نقدر قاع نصطدم بعضنا بالبعض، ده حاطم الاحترام. أرجو من الله أن نكون نموذجا في المستقبل في هذه المناورات، ثم دونها ساخنة، الليلة بعد باردة الحمد لله، وأشكركم جدا. شكرا لكم سعادة العميد الأستاذ فاضلي الرئيس. سيد سيدي المختار، كان من المتوقع أن تكون هذه حوارات ساخنة جدا، وكان الجميع يخاف منها ويخاف من أفرو ميديا، وعندما نذهب إلى أفرو ميديا قد تضيع سمعتنا بين هذا وذاك. والآن ها أنتم قدمتم نموذج رائع في الحوار العلمي والارتقاء الديمقراطي، وحتى احترام أيضا الجوانب الدينية والأخلاقية والسلوكيات العامة أيضا في المجتمع الديني بصفة عامة لكي لا أقول الموريتاني. كانت هناك اختلافات جزئية أو جزيئات كما أسماها العميد، وكنتم سعداء بالتكامل في إطار تباين الآراء والحوار الراقي الذي لا يفسد للود قضية. كيف كانت انطباعاتكم أنتم أيضا الأستاذ سيد المختار في نهاية هذه الحلقة؟ أنا في الحقيقة أشكر فضيلي جزيل الشكر، وكنت أقول حتى اليوم مساء أنني سأستفيد، لأني أنا أتابعه على الأقل في السنوات الماضية وهو متعرض للحملة، لكن تعجبني الفنية خاصة في تعديل الدستور. الأقلية القبائل الذين دافعوا عن طرحه، وبالتالي استفدت، هذا هو المهم. ثالثا لبوس العلم يزين الأمور. القرآن رغم أنه كلام الله تعالى، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول إنه كتاب علم، معناه أن العلم صفة تفضيل، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. حينما النقاش يكون على أسس علمية لا تخشى على الأخلاق، لأن الأخلاق والعلم صنوان. لكن حينما يكون النقاش أهله ينزعون عنهم لباس التقوى، ينزعون لباس العلم، يتحول إلى فراسة، طبيعي فراسة الأخ فضيلي تختلف عن فراستي، لأن أختلف عنه في القامة في التربية. لكن العلم بالعكس، العلم يقوم على الحق، العلم نور، هذا النور لا يؤتاه طبعا عاصي. من لبس لباس التقوى وكان من أهل العلم لن يكون النقاش معه إلا مجديا. إمامنا الجليل كان يدعو الناس إلى المناظرة، الإمام الشافعي، وحينما يكون هو المخطئ يفرح فرحا شديدا. لماذا؟ لأنه كان على خطأ، الآن سيدرك أنه على صواب. في القرن الماضي كان الشيخ أبو الأخطور من أكثر علماء العالم علو كعبي، ومع ذلك كان داعية إلى المناظرات. في تاريخ القانون الجمهوريون يفخرون بأنهم ضد لوبس كرانتيس، ضد الظلامية، وأنهم دعاة إلى الكونتراديكتوار. لكن في موريتانيا تجد جمهوري وعلماني، لكن يدعيته إلى نقاش علني تمنى له تسوى به الأرض. ولهذا فعلا أنا أقول لك بصراحة أني لم أعرف أن الأخ فضيلي من أهل العزة، وبالتالي حينما كتبت له البارحة أنني لا أتوقع أنه سيقبل نقاش علني كانت ردته مباشرة. أعرف أن التربية واحدة، أنه أولى، الفخر هو أولى به، ولست أنا أولى به منه. أعرف أنه لكن في الحقيقة كانت لديه خشية، وهذا له الحق فيه، لأن في كثير من الناس هدفهم وشيطنة سيد المختار. ثم كما أنا فضيلة حتى لو قال لي أي كلمة وهو أكبر مني سنا وأنا أعرفه من شأنه كذا، مكانته يويه تفرض علي أن لا أعلق ولا أبس ببنت شفا. إذن الحوار مفيد للجميع. والله لو تقبل موريتانيا أن تفرض العلنية في الأحكام وفي البنك المركزي في الجامعة، اليوم في جامعة نواكشوط في كلية القانون يدرس القانون على نحو مجانب للصواب. لماذا؟ لأن هناك الكثير لا يقدرون على العلن ويكرهونه، وبالتالي يدمرون المجتمع. لكن لو يفرض والغزوة العلوية على الجميع لتحولنا من دار مثلا امتلاء إلى دار أخرى، دار قرار، دار. وهذا في الحقيقة لو تجربة أفرو ميديا تكرر وتدعم وصبرتم أنتم وصبرتم عليها، فإن ذلك سيكون رحمات علينا اقتصاديا، اجتماعيا، عقديا، سياسيا. تلاحظون في هذا النقاش أنا شخصيا الليلة أعمل لصالح الحكومة
أقدم الاستشارات القانونية السليمة فيما أرى دون مقابل، لأن لا أريد مقابل. المواطن الصالح يخدم بلده ولا يريد دائما المقابل، لما لا يعطي المقابل نفسه؟ إذا يجب أن نكون دائما خدم لوطننا دون أن يكون الأمر مربوطا بالتعيين. موريتانيا تعاني من ظاهرة خطيرة تذكر بالنفاق، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. وحتى تجد أنت مالك معين، أنا وقبيلتي ضد الدول، أنت معين حتى ولو عاد كره، أنا وقبيلتي مع الدول، إيه الخطة؟ إحنا قاعد نقعدوا مع الدولة كامل ولا بد أن نسوق أراعي وفضيلي كره، ما ندور التعيين، راني مشيتكم أنا إني ما نقد عليه ولا ندور، يا خير قدونا خدموا وطن، أنا درك نخدم من أجل فضيلي، من أجلك أنت، من أجل والدي، أنا نفسي ميت ماشي، خلي أذر. هو العلم بضريبته، الحياة بضريبتها، يا خير هذا لين يعود لك كونتراديكتوار، هذا زينة، هذا جمال، يا خير خلق الله السرية، والسرية ما تليق للناس كامل، هم واحدين متخومين عنه. شكرا لكم. أعود إلى سعادة العميد السيد الأستاذ فضيلي. أستاذ فضيلي، ما هي أهم رسالة توجهونها للموريتانيين في الداخل وكذا موريتاني الخارج أيضا؟ أولا ما قايل أخويا جات كنت نجوى ناتحو ما شقرت عليش الأمانة. النقطة الثانية أرجو لي هذا الشعب التوفيق وتحقيق أهدافه في الوحدة الوطنية وفي التلاحم وفي الإنصاف وفي التوزيع العادل لهذه الثروات الوطنية اللي كنا يختار منها جزء، وهي لا تتسع تقسم علينا بعدالة، وفينا واحدين متبهستين حتى أن يعطينا مولانا الطريقة نقدر ننزل بها السلم والتوزيع العادل لهذه الثروات بدون أن يغبر منا هذا قاعد أنا قاعد. وأرجو من هذا الشعب أنه يفهم بنت كي قال خوي الاعتماد على الدين وعلى الأخلاق الفاضلة هو الذي يرقى بالأمم ليس إلا. وأشكركم جزيل الشكر كما المحطة على ما قابلتنا به، وأنت شخصيا أشكرك. السلام عليكم ورحمة الله. وإياكم مقدرون ومكرمون. والكلمة الختامية لكم السيد الأستاذ سيد المختار، وأعتذر لأصدقائي وإخوتي من كل مكان عن مئات تعليقات على شاشة تفاعلية لم نستطيع الاستفادة منها، وسأعود إليها وما يمكن أن يؤخذ سأخذه في حلقة ردود فعل خاصة بإذن الله. الكلمة الختامية لكم الأستاذ سيد المختار لتوجيه أهم رسالة عندكم للموريتاني داخلي والخارج معا. أنا في الحقيقة أكرر شكري وامتناني للأخ العزيز والوالد الفاضل فضيلي الرئيس، وطبعا أشكركم أنتم كجالية في الخارج، لأن في الحقيقة اهتمامكم بوطنكم نقدره جيدا، ونتوقع أيضا أنه قد يكون طوق نجاة لنا جميعا إن شاء الله في المستقبل. ذلك أن هذه النموذج، هذه التجربة مثلا قد تكون نقل لحاجة لك لزاقلي لكلو ولدج لسفار فير، نقل الخبرة الكندية مثلا والأمريكية إلى موريتانيا كيف هذا الكونتراديكت. وهذا بالنسبة للداخل أدعو كل الموريتانيين إلى استصحاب الأمل. طبعا نحن عذبنا في وطننا، نحن سلبنا اقتصادنا، نحن أوذينا، وحتى أقول للرئيس الغزواني فعلا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما شفتنا ما زال الأداء مستمر. لكن وهذا طبعا من مزايا الغزواني أنه هو نفسه في روسو زيارته الأخير يقول له هنالك شوائب مثلا، لو أن جميع الناس تصحب الصدق هذا في إقامة التوراة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، حينما تصدق مع الله ومع الشعب الله يحل لك جميع المشاكل، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا يكلون من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اذا الصدق الحاكم يفرض ان يكون المحكوم معه صادق، ونحن سنكون شخصيا سنكون صادق مع الحاكم. نحن ما زال العذاب مستمر فينا، الامور ليست جيده، لكن الخطوه الاولى لتحسين الاوضاع وتجسيد اراده الشعب والتواصل بين الحاكم والمحكوم، وان تكون العلاقه بينهما ليست تنازعيه ولا خصامية، هو بالشفافية، لأن الشفافية تمكن الحاكم المحكوم
أن يعبر عن إرادته وتمكن الحاكم أن يجسد إرادة المحكوم في حدود الإمكان، وهذا هو المطلوب. كما يتحاور القاضي مع المحامي، يتحاور أيضا الرئيس مع المحكومين. أنبه الغزواني، الآن بعض أعوانه والعبد العزيز هم أشر وهم ألد أعدائه. الثقة في الشعب أدعى لرضا الله وأكثر مردودية من بعض الحكام، من بعض هنالك بعض الموظفين يبيعون والغزوان ويبيعون، ومن باع الدين وباع القانون ما المانع أن يبيع زيدا وعمرا؟ إذن الصلة الحميمة بالشعب هي الأهم، والصلة الحميمة لا يمكن أن تكون دائما بشكل مباشر. الشفافية لكونتراديكتوار هي أنجع وأقصر طرق للوصول إلى قلب الحاكم وللوصول أيضا إلى مشاعر المحكوم. والمحكوم له الحق في أن يعبر عن مشاعره، مشاعر علمانية، مشاعر إسلامية، مشاعر كراهية، كل المشاعر، وهذا مفيد لنا. تلاحظون مثلا الاحتجاجات الأخيرة، تدخل الرئيس مباشرة، تم وضع حد للتضليل الذي كان سيقام به، العدالة كانت ستكون ضد العدالة ضد القانون ضد الدين، انقلبت الأمور. إذا تدخل الرأي ينزع بالسلطة ما لا ينزع بغيرها، لكن السلطة أيضا لا بد لها من أساس أخلاقي. وطبعا إذا ما دام في موريتانيا يوجد بعض المواطنين لا يريدون التعيين وليسوا من أجل وإنما يخدمون السلطة لغايات أسمى هي المشترك بيننا، معناه أن موريتانيا ستتحول من حال إلى أحسن. وطبعا أكرر شكري لرئيس الجليل والأستاذ المحترم ولأخي العزيز فضيل المدرس. شكرا لكم جزيل الشكر، شكرا لكم الأخصائيين الأساتذة بالقضاء والقانون الموريتانيين سعادة العميد فضيلي الرئيس والأستاذ سيد المختار. سيدي على أنكم دمرتم هذا الخوف من المناظرات العلمية والقانونية ورفعتم التحدي، وكنتم أول الموريتانيين الذين يقبلون هذه المناظرة الأولى من نوعها. نرجو أن نتعلم منها جميعا وأن تكون سنة حسنة أيضا لمناظرات أخرى بين الأساتذة، بين السياسيين، بين الفنانين، بين الشباب، بين الحقوقيين، بين مختلف الأخصائيين في مختلف المجالات، حتى نقدم موريتانيا أخرى بإعلام بديل محايد مهني يحترم الجميع ويقدم الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وهنا يتفق الإعلام مع العدالة في نفس التوجه حفظا للمصالح العامة. أشكركم جزيلا أيضا، أشكر أصدقائي وإخوتي في كل مكان على ما تفضلوا به من مئات إن لم أقل الآلاف من التعليقات تعود إليها، وأتعلم منها كثيرا وأتعلم من أخطائي وأقوم بإنجاز تهيئة وإعداد حلقة كلها من الردود حتى نستفيد أيضا من ردودهم ومشاركتهم البناء إثراء لهذا الحوار وتشجيعا لثقافة الحوار البناء والمناظرات العلمية والقانونية والسياسية في مختلف المجالات. مرة أخرى أشكركم، في أمان الله أترككم. سيد ولا سيد، أفرو ميديا كندا، دمتم سالمين.